بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الأسبوع ده احنا إن شاء الله كله هنكون مع حضراتكم يوم النهاردة السبت وبكرة الحد، من السبت للأربع كل يوم هنكون مع حضراتكم. طبعا المواعيد اللي زي ما حضراتكم عارفين من الساعة 10:30، ولكن يوم المباراة هنكون قبل المباراة بساعتين موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة طبعا لتحليل ما قبل المباراة، وهنتكلم طبعا ما بعد المباراة. الحقيقة النهاردة في موضوعين مهمين جدا عايز أتكلم فيهم مع حضراتكم، وأنا الحقيقة النهاردة كانت بدايتي إن أنا كنت هتكلم عن الجمهور، جمهور النادي الأهلي. كانت بداية الكلام إن أنا عايز أعرف، أو سألت، قعدت مع فريق الإعداد بالكامل واتكلمنا في هذا الموضوع. اتكلمنا عن لماذا كانت مباراة بيراميدز والزمالك بجمهور ولم تكن مباراة الأهلي وبيراميدز بجمهور، وتأكدنا من كل المواضيع اللي تخص هذا الأمر. مباراة النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز، بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين وسامعين الموضوع كويس وعارفين ان احنا لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول لكم هو الكلام الصح، ما بنطلعش نقول مجرد كلام وخلاص. مباراة الأهلي وبيراميدز هي كانت مباراة بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، وملعب الدفاع الجوي لا يستقبل جمهور. ملعب الدفاع الجوي لا يستقبل جمهور. اما مباراة الزمالك وبيراميدز فهي مباراة نادي الزمالك، وبالتالي كان بيلعب في بتروسبورت، وبالتالي بتروسبورت بيستقبل جمهور، وعشان كده كان هناك تواجد جماهيري كبير في مباراة الزمالك وبيراميدز لصالح نادي الزمالك. لان انا كنت متغاظ جدا جدا الحقيقة، عشان هو في ايه يا جماعة؟ هو انتوا عشان الناس عارفة ان جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي والمحرك الاساسي للعبة النادي الاهلي، فيمكن عشان كده حاطين في دماغهم حاجة كده ولا كده يعني. وبعدين طلع تفكيري غلط الحقيقة، عشان ما انكرش طلع تفكيري غلط، لانه عرفنا الموضوع من اساسه. كل الناس قعدنا واتكلمنا واتقصنا وعرفنا، بقالنا ساعتين ثلاثة عارفين هنا. وبعدين خدوا بال حضراتكم، انا عندي هنا طاقم اعداد الحقيقة من افضل الصحفيين اللي موجودين في مصر كلها. كل الصحفيين الموجودين ناس محترمه وعلى دماغنا من فوق، ولكن المجموعه اللي موجوده معانا هنا في قناه النادي الاهلي كلها مجموعه محترمه جدا جدا جدا، وعارفه شغلها كويس جدا جدا جدا. فدي حاجه، او ده الجزء الاول من فريق اعداد ملعب الاهلي. عارفين الجزء الثاني مين؟ الجزء الثاني هو حضراتكم جمهور النادي الاهلي. دايما بخلينا كلنا واحنا قاعدين بنشوف الجمهور عايز ايه، او الجمهور بيتكلم في ايه. طبعا بنحاول على قد ما نقدر انا ومجموعه الزملاء اللي موجودين معايا كلهم الحقيقه 7-8 موجودين، ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيدوروا على ايه اللي بيحصل عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي ونطلع نتكلم فيه. فدايما انا عندي جزئين زي ما قلت لحضراتكم. الجزء الاول مجموعه الاعداد اللي موجوده، مجموعه الصحفيين الكبار اللي موجودين وشغالين معانا. المجموعه الثانيه هو حضراتكم دايما بتبعتوا لنا، ومنتهى السعاده انا ببقى سعيد جدا جدا لما بفتح التليفون كده وابص على تويتر عندي او على اي حد من الزملاء يجي يتكلم معايا يقول لي اصل فلان من الجماهير بعت لي كذا 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 على صفحه القناه هنا، لما بتبعتوا لنا ببقى سعيد جدا 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 ان حضراتكم تابعين كل ما يحدث في اولا قناه النادي، وعارفين ايه اللي ضد الاهلي وايه اللي بيحصل مع الاهلي، وبتحاولوا تفكرونا. احنا على قد ما بنقدر بناخد السقطه واللقطه، يعني ما بنسيبش حاجه. في ناس هنا شغاله عشان تشوف ايه السائط وايه اللقط عشان نقدر نطلع نتكلم فيه مع حضراتكم. فموضوع الجمهور ده انا شفت ان هو كان مزعل ناس كتيره جدا، فعشان كده انا بتكلم فيه مع حضراتكم. جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاول، وسمير لحقني اهو على طول، المحرك الاول الرئيس والرئيسي في اي مباراه للنادي الاهلي، في اي مباراه للنادي الاهلي. الكلام ده انا لما بتكلم مش بتكلم انا لابس جاكيت وقميص وبتاع، انا لبست شيرت وفانيلا، وعارف انا لما بتكلم بقول ايه، وعارف لما بكون في الملعب والجمهور النادي الاهلي في ظهري بيعملوا ايه. كل ده انا عارفه كويس جدا، كل ده انا عارفه وشفته، ويعني اتبسطت جدا بيه. حتى لما كانوا بينتقدونا في بعض الامور عمرها ما حصلت. احنا قعدنا تقريبا 5 سنين، المجموعه اللي كانت موجوده كانت بتاخد كل حاجه الحمد لله، يعني باستثناء بطوله او بطولتين، لكن خدنا كل البطولات. لكن دايما جمهور الاهلي هو المحرك الرئيسي لكل شيء، عشان كده هنا في البرنامج هو الجمهور هو المحرك لهذا البرنامج، هو دايما اللي بيقول لنا احنا زعلانين من ايه وعايزينكم تتكلموا في ايه. على الرغم من ان انا باجي الاقيهم مجموعه الاعداد كلها محضره كل حاجه،
لكن دايما لما بنلاقي الجمهور وتفاعل الجمهور معانا الحقيقه بنبقى منتهى الانبساط اللي في الدنيا، وقد ايه قد ايه احنا بنبقى مبسوطين بهذا الموضوع. فعشان كده اي حاجه حضراتكم بتبعتوها وحضراتكم بتتكلموا عنها انا بحاول اوضحها لحضراتكم على قد ما اقدر. في حاجات طبعا ما ينفعش ان انا اوضحها بشكل واضح، لكن الاكثر او 99% من الامور بنتكلم فيها دايما مع حضراتكم منتشر فيا، ولا حد بيقول لنا اطلعوا تقولوا ايه، ولا حد بيقول لنا يبعت لنا على الواتساب يقول لنا مش عارف ايه، لان انا ما عنديش واتساب اساسا. فيعني الكلام اللي بنشوفه في حتت ثانيه ما بيحصلش عندنا، والله لا بجد الكلام ده بجد مش مجرد كلام بنقوله وخلاص. فعشان كده اللي بقوله لحضراتكم موضوع الجمهور ده في مباراه بيراميدز والزمالك كان الجمهور موجود علشان المباراه كانت لنادي الزمالك وكانت ملعوبه في ملعب بترو سبورت. انا بقول الكلام ده دلوقتي قبل مباراه الاهلي وبيراميدز القادمه يوم 28 فبراير. يوم 28 فبراير القادم هي المفروض تكون مباراه الاهلي وبيراميدز، قبلها بشهرين اهو، قبلها بشهرين، انا بتكلم شهرين ويوم، انا بتكلم عن هذه المباراه او عن ان جمهور النادي الاهلي يبقى متواجد في هذه المباراه قبلها بشهرين او شهر واحد، شهر واحد من دلوقتي انا بتكلم. لما سالنا وسالنا المسؤولين قال لك ده في هنا كذا وملعب الدفاع الجوي لا يستقبل جمهور حتى الان بسبب ما حدث قبل ذلك، ولكن الفتره اللي جايه هيكون فيها جمهور وكذا وكذا وداخلين على امم افريقيا. لما بنكلم حد من المسؤولين بيقول لنا هذا الموضوع، فانا بفكر بالموضوع من دلوقتي ولن نسكت، لان حق النادي الاهلي محدش هيسكت عليه وحق جمهور النادي الاهلي محدش هيسكت عليه ابدا. فعشان كده اللي بقوله لحضراتكم احنا منتظرين. فاكرين زي يوم الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ فاكرين الجمعه كان اجازه؟ لو عايزينه اجازه كانوا هيخلوه اجازه، لو مش عايزينه لو عايزينه مش اجازه كانوا هيخلوه مش اجازه، وهم خلوه مش اجازه عشان كانت اول جمعه. فانا بأذكر الجميع ان في مباراه قادمه علشان تبقوا حضراتكم عارفين. المباراة القادمة هنا الحجة كانت بتقول، أو مش الحجة، الموضوع المظبوط 100% إن مباريات بيراميدز مع في ملعب الدفاع الجوي ما بقاش فيها جمهور. طيب الزمالك هيلعب بيراميدز، ما نشوف هيلعبوا فين. والأهلي أيضا لما هيجي يلعب بيراميدز هنشوف الجمهور الأهلي هيخش ولا مش هيخش. ساعتها بقى هنقدر نتكلم. أنا بقول قبلها بشهر أهو. احنا بقى لنا قد ايه موجود؟ يعني فاضل قد ايه على يوم 28 فبراير؟ نعد على ايدينا كده هتلاقوها شهر. فعشان كده بقول لحضراتكم مهم جدا 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 ان حضراتكم دايما تبقوا متفاعلين معانا، حضراتكم ابعتوا لنا رايكم في اي حاجه حضراتكم عايزين تتكلموا فيها ونقدر نوضحها لكم. موضوع مهم جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي، في تاريخ من اول انشاء النادي الاهلي وحتى الان، الجمهور هو المحرك الاساسي والاول للاعبي النادي الاهلي كلهم من اصغرهم لكبيرهم. اذا كان بالايجاب، ودايما بيكون بالايجاب، ان هو بيدفع اللعيبه ازاي تتحرك. اللعيبه بتبقى تعبانه وبتقوم تجري عشان خاطر الجمهور. فاحنا يهمنا جدا 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 اولا عوده الجمهور بما يتناسب مع الامور الامنيه جوه البلد، اللي هي الحمد لله زي الفل والامور كلها ماشيه زي الفل، ولكن ده قرار بيبقى امني. لكن بتكلم على العدد المسموح به ان هو يخش المباريات. قبلها بفتره بنتكلم اهو عشان نقول لحضراتكم ان في مباريات قادمه نادي الاهلي هيبقى من حقه دخول الجمهور. ما يبقاش بقى هنا في كلب مكيالين، ولا يبقى في حاجه لحد والتاني لا، لا، احنا بنتكلم كل الانديه سواسيه. مفيش مشكله. احنا بالنسبه لنا النادي الاهلي في حته تانية لكن كل الانديه من المفترض ان هم في الدوري سواسيه، ما فيش اي مشكله. فاحنا بنقول قبلها بفتره وبنحذر قبلها بفتره، الجمهور الجمهور الجمهور. وفي نفس الوقت هنيجي الجنب التاني ونقول لحضراتكم التشجيع المثالي، التشجيع البعيد عن اي كلام خارج، ده مهم جدا جدا جدا. حضرتك دايما كجمهور بتبقى أول حد في الدنيا ورا اللعيبة، ولكن في نفس الوقت ما لناش دعوة بأي حد تاني، ما نتكلمش على أي نادي تاني ولا أي حد تاني ولا أي ولا أي حاجة خالص. أنت بتتكلم على ناديك، بتحاول تقف مع لعيبتك، بتعمل كل حاجة. هو ده الجمهور اللي احنا عايزينه، هو ده الجمهور اللي دايما جمهور الأهلي معودنا عليه خلال الفترات اللي فاتت. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا
بالنسبة لنا جمهور الأهلي هو واحد. جمهور الأهلي هو جمهور واحد، وهو بالنسبة لنا الأهم، الحلقة الأهم في كل السلسلة اللي احنا ماشيين فيها وبنتكلم فيها دي. الجمهور هو الحلقة الأهم في كل حلقات النادي الأهلي. زي ما قلت لكم من خلال ملعب الأهلي دايما هناخد رأيكم في حاجات كتيرة جدا، وهنبقى حريصين دايما ان احنا نكون معاكم من خلال ملعب الأهلي. والأهلاوي عارف كيانه هو مين. اللجنة المكلفة بتوسيع قاعدة أكاديمية النادي الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا. يعني إيه؟ يعني إيه لجنة مكلفة بتوسيع قاعدة أكاديمية النادي الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا؟ إحنا لما بيعجبنا كأهلوية، يعني لما بيعجبنا لعيب في أفريقيا، عبل ما بيجي لنا النادي الأهلي أو لغاية لما بيجي لنا النادي الأهلي بتدفع فيه كام؟ بتدفع فيه كتير، لأن أنت اسمك النادي الأهلي، فالناس عارفة قد ايه الفلوس اللي بتدفع، او ان النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي يدفعها علشان خاطر اللعيب او يرضوا جمهورهم من خلال وجود لعيب افريقي مميز. فالناس قعدت فكرت، هي الناس هنا الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي شغال دائما بشكل مستمر في كل المجالات، وبيفتح في كل حته، في الكوره وفي السله وفي الاندبول وفي الطايره وفي الانشاءات وفي الاستثمار وفي التسويق وفي تيشيرت النادي وفي كل حاجه. قال لك طب الله، احنا بنروح نجيب لعيبه بملايين، بنروح نجيب لعيبه بملايين، طب ما نعمل لهم اكاديميات للنادي الاهلي في افريقيا وفي الوطن العربي. ليه نعمل اكاديميات؟ لسببين. السبب الاول هو سبب تجاري، مفيش مشكله ان احنا كنادي اهلي واسم النادي الاهلي عايز يكسب، عايز يكسب، اخد لعيبه واشتري وابيع، واخد اللعيبه دي وابيعها، مفيش اي مشكله. في نفس الوقت اللعيب المميز اللي انا محتاجه انا بقى اللي مربيه، انا اللي مربيه في اكاديميه الاهلي في غانا، في اكاديميه الاهلي في ساحل العاج، في اكاديميه الاهلي في زامبيا، في اكاديميه الاهلي في زيمبابوي، في اكاديميه الاهلي في جنوب افريقيا. الناس بتفكر، الناس مش قاعده سايبه الموضوع كده، الناس مش قاعده سايبه الموضوع كده، لان الاسعار بعد كده هتوصل لملايين الملايين. ما عندناش مشكله وهندفع عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وعشان خاطر اسم النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت ايه المشكله لما يبقى انا عندي اللعيبه دي في ايديا وانا اللي حرك اللي انا عايزه في الحته اللي انا عايزها؟ خدوا بالكم من الهدف، وخدوا بالكم اللي يقرا العنوان ده يقول ده موضوع عادي. لا، الموضوع مش عادي، موضوع فيه تفكير كبير جدا جدا. توسيع قاعده اكاديميه الاهلي في الوطن العربي وافريقيا، انت لما يبقى عندك 100 لعيب بتتفرج عليهم غير لما يبقى عندك 200 لعيب تتفرج عليهم، غير لما يبقى عندك 1000 لعيب تتفرج عليهم، غير لما يبقى عندك 2000 او 5000 لعيب تتفرج عليهم. وعندنا هنا ناس الحقيقه مسؤوله كل تفكيرها ان هي خلال الفتره اللي جايه ازاي اسم الاهلي يعلى في كل حته اكتر واكتر واكتر. ف اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الموضوع ما يعديش عليكم كده. دايما لما تيجي ما تلاقوا مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل حاجه فكروا فيها، هو ليه بيعمل كده؟ هو ليه بيوزع اكاديميات او عايز يعمل اكاديميات في كل حته في افريقيا؟ هو ليه عايز يعمل اكاديميات في كل حته في الوطن العربي؟ هي مش دي تكلفه؟ تكلفه في الاول، لكن هتخليني اشوف لعيبه كتير، لعيبه افارقه في كل حته. انا عايز راس حربه افريقي، هجيب راس حربه افريقي، هروح للاكاديميات بتاعتي اتفرج على اللعيبه اللي موجوده عندي، هيكون على طول في ناس بشكل دوري بتسافر في كل حته علشان تتفرج على اللعيبه اللي موجوده، وبالتالي انت بتدخل افريقيا جواك، بتقرب افريقيا منك. عندك لعيب ممكن ما يلعبش في مصر، يلعب في اوروبا على طول، ليه لا؟ يلعب في النادي الاهلي، ومن خلال النادي الاهلي ما انا عندي بقى مجموعه كبيره تحته، انا عندي اكاديميه مليانه، انا عندي في كل افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه تكون اكاديميه الاهلي في افريقيا موجوده في كل حته. زي ما قلت لحضراتكم عقدت اللجنه المكلفه من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بملف اكاديميه الاهلي بالخارج، والتي يترأسها محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، اجتماعا مطولا اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة لبحث تطورات المرحلة القادمة بخصوص إنشاء أكاديميات جديدة للأهلي سواء على صعيد الوطن العربي أو القارة الإفريقية.
استعرضت اللجنة التي الدراسة التي أعدها محمد الجرحي عن المشروع المشار إليه بحضور أعضاء اللجنة كابتن خالد بيبو مدير الأكاديميات في أكاديميات النادي الأهلي في مصر، والدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشؤون التسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين، والكابتن شطة نجم مصر والأهلي الأسبق. استقرت اللجنة على تقسيم هذا المشروع إلى ملفين رئيسيين، الأول تجاري ويهدف إلى تقديم خدمة للنشر وتحقيق عائد مادي يدعم خزينة النادي، والملف الثاني يركز على الجانب الفني والذي يتم تسويقه في المستقبل على كافة الأصعدة في الداخل والخارج بما يضمن جلب المواهب الكروية مبكرا وتحصيل عائد مالي حال بيع هذه المواهب لأندية أخرى. هو ده الكلام اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم بس بصيغة صحفية بقى. بس بصيغة صحفية، احنا كده بنقرأ بصيغة صحفية، لكن هي في النهاية هو تفكير مستقبلي كبير جدا 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 بتقرب النادي الأهلي من أفريقيا، وأفريقيا بتخش جوه النادي الأهلي عشان بقى بدل ما تروح عجبك لعيب في أفريقيا ما تجيبوش بمليون دولار، لا هو عندك اوريدي، عندك في أكاديمية النادي وعندك الكشافين اللي موجودين في كل أفريقيا عشان يتفرجوا على اللعيبة ويدخلوهم أكاديمية النادي، وبالتالي هيكونوا موجودين جوه النادي الأهلي. وبالمناسبة واحنا قاعدين بنفكر كده لقينا عندنا إعارات من داخل النادي الأهلي للدوري المصري. في الجونة بس، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، محمود الجزار، عمرو سعداوي، عمرو رضوان. اتحاد سكندري فوزي الحناوي وعمار حمدي. سموحة عمرو بركات وكريم يحيى. الإنتاج الحربي محمد حسين. جمهورية شبين محمد عصام الغندور. أحد السعودي مؤمن زكريا، والشرطة العراقي سليف كوليبالي. تخيلوا حضراتكم ان كل الاعارات اللي موجوده دي، هل ده معناه ان هم لعيبه مش كويسين؟ بالعكس، ممكن يكونوا لعيبه كويسه جدا، بالعكس هم لعيبه كويسه جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت لو ربطنا الموضوعين ببعض، موضوع الاكاديميات ها وموضوع اعارات اللعيبه، ما هو اعارات اللعيبه ده عباره عن ايه؟ اللعيبه دي كلها لعيبه النادي الاهلي. واحد زي ناصر ماهر السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كان بيلعب في سموحه وكان اعاره من النادي الاهلي لسموحه، تالق في نادي سموحه، ناصر ماهر حاطط رجليه دلوقتي ان هو ان شاء الله يكون مرشح لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، منتخب مصر الاول بعد ما لعب مع النادي الاهلي، بعد ما لعب مع النادي الاهلي. فالاعارات دي بتدي وقت كبير جدا جدا ان انت تقعد تتفرج على اللعيبه دي مره تانية وثالثه ورابعه ومباراه رسميه ومباراتين وخمسه وعشر مباريات رسميه، تقعد تتفرج على اللعيبه دي علشان تشوف السنه الجايه مين اللي النادي الاهلي هيستفيد منه. اللعيبه دي كلها بتبقى خبره زياده ليهم، زي ما قلت لكم المثل الواضح في هذا الموضوع هو ناصر ماهر، تمت اعارته قعد سنه الثانيه اصبح رائع، وبالتالي الناس خدته في النادي الاهلي رجعته وقالت له اتفضل مكانك موجود في الفريق الاول. كم واحد من الاسماء دي بقى يقدر يجي النادي الاهلي السنه الجايه ويبقى افضل وافضل مما كان عليه؟ هل احمد ياسر؟ هل احمد حمدي؟ هل الجزار؟ هل سعداوي؟ هل عمر رضوان؟ هل فوزي الحناوي؟ هل عمار؟ هنقول اسماء كثيره جدا جدا جدا، وبالتالي هو نفس الفكر، ولكن انت عندك مجلس اداره بيفكر ازاي خارج المستطيل، هيطلع افريقيا، هيحط لعيبه هيحط اكاديميات في افريقيا، اكاديميه الاهلي هتبقى موجوده، وهيجي لعيبه هنختار من اللعيبه دول ما يتناسب مع النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، وبقيه اللاعبين ممكن يبقى فيه بقى شكل تسويقي معين ده امير توفيق يعمله مع بالاتفاق مع كابتن خالد بيبو والكابتن شطه والاستاذ محمد الجرحي، المجموعه كلها هتشتغل خلال الفتره اللي جايه على هذا الموضوع. الاعارات مهمه جدا جدا جدا، مش عايز حد بس يستقل بالمواضيع دي، لان دي مواضيع السنه الجايه ممكن تلاقي اثنين ثلاثه من اللعيبه دي موجوده مع النادي الاهلي في ظل مستوى ارتفع اكتر واكتر، اصبح مستواه اكتر او احسن من السنه اللي فاتت او السنه اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده الاعارات ملف مهم جدا جدا جدا، اللي هي ملفات اعاره اللاعبين من النادي الاهلي الى الدوري الى انديه الدوري المصري بالكامل. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مكاسب النادي الاهلي من هذه الاعارات عشان بس نوثق لحضراتكم يعني ايه كلمة إعارة وقد ايه هي شيء مهم جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يملك النادي الأهلي ذخيرة من النجوم الذين يتألقون في بطولة الدوري الممتاز،
حيث لم يتوقف تألق هؤلاء النجوم على المتواجدين ضمن قائمة الفريق الأول الذين يصولون ويجولون في الدوري، لكن هناك نجوم آخرون يحققون مكاسب للقلعة الحمراء، وهم كتيبة الإعارة التي خرجت من الأهلي للأندية الأخرى لعدة أسباب، منها الحصول على فرصة حقيقية مع صغر سنهم، خاصة أنهم من فريق الشباب، وأيضا اكتساب الخبرات اللازمة والاحتكاك المبكر في الدوري الممتاز حتى يعودون لتمثيل الأحمر، وهم يملكون خبرة وفيرة تساهم في صقل مواهبهم، خاصة أنهم من أصحاب المواهب التي يتمناها أي مدير فني لأندية الدوري، فهم ذخيرة طيبة يستمد منها الأهلي تدعيماته في المستقبل. فرحيلهم على سبيل الإعارة من المكاسب التي حققها الأهلي هذا الموسم. لاعبو شباب الأهلي منتشرون في بعض أندية الدوري دون أن تكون هناك شروط بقيدهم للعب مباريات معينة أو منعهم من خوض مباريات أنديتهم أمام المارد الأحمر، بل نرى العكس في هذه المباريات، تكون دائما معيارا للحكم على مستوى وخبرة هؤلاء اللاعبين نظرا لقوتها من خلال مواجهة ناد كبير بحجم الأهلي. المعارون من المارد الأحمر يقدمون مردودا جيدا في الدوري، مثل ما حدث مع السداسي المعار لنادي الجونة الذين شاركوا في فوز الفريق الساحلي على حرس الحدود أحمد حمدي، محمود الجزار، عمر سعداوي، أحمد ياسر ريان، فادي فريد، بالإضافة إلى الحارس عمر رضوان الذي اكتسب خبرة كبيرة. هناك أيضا في صفوف الاتحاد السكندري الموهوب فوز الحناوي وأيضا عمار حمدي، كليهما من أصحاب المهارات الخاصة التي تساهم في ترجيح كفة فريق عن الآخر. هناك المدافع محمد حسين عضل المعار لنادي الإنتاج الحربي، يكتسب خبرات كبيرة من خلال تواجده في الفريق العسكري تحت قيادة المخضرم مختار مختار سموحة الذي يقوده حاليا ابن الأهلي عادل عبد الرحمن. يتواجد الظهير الأيمن العصري كريم يحيى الذي سيكون له مستقبل كبير في هذا المركز، بالإضافة إلى عمرو بركات الذي أصبح من الركائز الأساسية في صفوف سموحة رغم أنه انضم له منذ أيام قليلة. أيضا في القسم الثاني يتواجد الحارس محمد عصام الغندور حارس مرمى فريق شبيل، بالإضافة إلى إعارة مؤمن زكريا مؤخرا، وأيضا المالي سليف كوليبالي لنادي الشرطة العراقي. فتواجد جميع هؤلاء اللاعبين الأهلوية يحقق مكاسب فنية عدة للمارد الأحمر. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح نتكلم عن مباراة النادي الأهلي القادمة. إيه اللي حصل في مباراة المقص؟ ناس كتيرة مبسوطة من مستوى أداء النادي الأهلي، ولكن اللي دايما بقوله لحضراتكم ودايما تاخدوا بالكم منه أن مباراة النادي الأهلي، مباراة المقص الأخيرة ضد النادي الأهلي، ما هي إلا بداية النادي الأهلي الحقيقية أو الخطوة الأولى في خطوات كثيرة جدا جدا خلال الفترة اللي جاية. فاللي بقوله لحضراتكم إن ما هي إلا خطوة، صدقوني في أحسن من كده بكتير جدا جدا لكل اللعيبة اللي موجودة ولكل اللعيبة اللي مصابة. وزي ما قلت لكم قبل كده، تخيلوا لما اللعيبة اللي برا النادي الأهلي أو المصابين في النادي الأهلي لما يروحوا أو ما يرجعوا الفريق مرة أخرى، تخيلوا الـ11 اللي بيلعبوا دول مع الـ11 المصابين مع المجموعة اللي موجودة احتياطي هيبقوا عاملين إزاي. تخيلوا كده مع نفسكم، اقعد بقى فكر لو أنت مكان لاسارتي هتعمل إيه، هتلاعب مين ومش هتلاعب مين. ده مجرد بس لما النادي الاهلي عمله صفقتين ثلاثه، ويعني كلها احتياجات النادي الاهلي محتاجها. شوفوا الفرق كلها بتعمل ايه، والله العظيم ثلاثه الواحد وهو قاعد بيتفرج بيبقى حاسس ان بيشوف بقى المداخلات دي واللي مش عارف ايه هنا بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده كذا وده كذا وده كذا. بتلاقي تحس ان الناس كلها والله يا جماعه والله لسه بدري، صدقوني مستوى الفريق لم يصل الى لسه بدري، هتشوفوا احسن من كده بكتير كمان خلال الفتره اللي جايه. فعشان كده مش عايز كنت مش عايز الناس بس تبقى ايه، الناس اللي هي ما بتشجعش الاهلي، يعني انا مش عايز الناس اللي ما بتشجعش الاهلي كده يعني تخاف بدري. لسه بدري، لسه بدري والله. ده لسه اللعيبه دي لما تجيب بقى 100% من مستواها
هتلاقوا شكل تاني واسلوب تاني وطريقه تانيه، وفي ظل الحقيقه لاسارتي واللي بيعمله لاسارتي مع الفريق. انا همني جدا جدا اللقطه اللي فاتت، ولو تقدر تجيبها لنا سمير، بتاعه لاسارتي وهو مع اجاييه وطالع ورايح لناس وبيسقف لهم وبيقول لهم. اجاييه لما جاب الجون وراح جري على دكه النادي الاهلي، ولاسارتي هو بيقول للعيبه كلها قوموا لاجاييه. الحاجات دي تفرق جدا جدا مع اللعيبه، حاجات بسيطه بس تفرق جدا جدا مع اللعيبه. الراجل فنيا الناس كلها بتتكلم عليه بشكل جيد، ولكن كمان الناحيه المعنويه دي، المدرب ده او المدير الفني ده بيبقى زي الاب. عندك مشكله، احنا دايما كنا كده، لما يبقى عندك مشكله كنت بتروح تحكيها، لما يبقى عندك حاجه بتروح تتكلم فيها مع المدير الفني. اللقطه دي لقطه عظيمه، لقطه عظيمه في للنادي الاهلي او للمدير الفني للنادي الاهلي، والاجاييه نفسه، اجاييه عمال يقول لهم كلكم تيجوا، لان هي لقطه عظيمه لاجاييه وللمدير الفني لاسارتي. قد ايه التقارب، قد ايه الانسجام، قد ايه، وبسرعه جدا كل ده في شهر ولا في شهر ونص. فما بالك بقى لما الرجل ياخد على الفرقه ويبقى عارف ايه الادوات اللي في ايديه وايه الادوات اللي مش في ايديه. وبالتالي حاجات مهمه جدا 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 بتحصل خلال هذه الفتره في النادي الاهلي. النهارده بالمناسبه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان متواجد في تمرين النادي الاهلي النهارده، واتفرج على التمرين وكان مبسوط يعني، وكان قاعد الحقيقه شايف التمرين، وكان موجود لدعم فريق كره القدم خلال الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه لا تقبل القسم على اثنين. كل المباريات اللي هتلعبها هي مباريات كؤوس، تعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا. المكسب او ان انت تجيب جون او ما تجيبش جون دي بتاعت ربنا، لكن اعمل اللي عليك. والاهلاويه بيفهموا، الاهلاويه بيعرفوا يفرقوا مين اللي عمل اللي عليه ومين ما عملش اللي عليه. وبالتالي هي فترة صعبة جدا جدا جدا. النهارده كان لاسارتي عمل اجتماعات منفردة مع بعض اللاعبين، منهم صالح جمعة. صالح جمعة اللي دايما بنتكلم عليه بشكل ايجابي ودايما عايزينه يبقى موجود في الملعب، ولكن مسؤولية صعبة. يا صالح المسؤولية صعبة جدا. جمهور الاهلي كله مستنيك. وجمهور الاهلي عايزك تفضل ماشي كده. لو عملت كده او كده صدقني محدش هيبص تاني. محدش هيبص كده، واللي بيقع ما بيرجعش، واللي بيقع ما بيرجعش. دايما كلاعب كوره لما بتيجي تتكلم في اي حاجه تخص كره القدم مفيش مشكله ان انت تتكلم، ولكن احلى ايام حياتك وانت في الملعب، وانت في المستطيل الاخضر. المستطيل الاخضر ده شكل تاني وحياه تانيه ومعنى تاني وحاجات تانيه خالص. فصالح ماشي بشكل جيد جدا، وعنده دعم غير محدود، دعم غير محدود من جمهور النادي الاهلي ومن كل والمديرين الفنيين، المدير الفني اللي موجود في النادي الاهلي. فعشان كده استغل الدعم ده وخلي الناس واقفه في ظهرك وخليهم يزقوك لقدام. ما تفكرش بقى ان انت تروح شمال او يمين، لان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا جدا، ومحتاجين كل اللاعبين يكونوا موجودين في الفريق خلال الفتره اللي جايه. مكاسب كثيرة الحقيقة حققها النادي الأهلي من مباراته الأخيرة أمام مصر المقصة. هنطلع نشوف تقرير عن أهم مكاسب النادي الأهلي في مباراته الأخيرة ضد نادي مصر المقصة، وبعد هذا التقرير هستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار. النجم الكبير الكابتن عادل طعيم، عندنا ثلاث أجيال مختلفة النهاردة. الكابتن عادل طعيم النجم الكبير والخبرة الكبيرة اللي موجودة هتبقى معانا النهاردة. أيضا النجم الكبير الكابتن أحمد بلال، وهو جيل الوسط. خلاص بقى بلال دلوقتي بقى جيل الوسط، انا وبلال والناس دي بقينا جيل الوسط. واحمد ثابت، احمد ثابت من المحللين اللي صاعدين بسرعه الصاروخ. نتمنى له يا رب، شاب لسه صغير وعنده طموح وعنده حاجات كتيره جدا، هيتكلم معانا النهارده في امور كثيره جدا جدا تخص امور التحليل. الثلاثه النجوم دول هيكونوا معايا ان شاء الله، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن أهم المكاسب في مباراة النادي الأهلي ومصر المقصة، وبعد هذا التقرير كابتن عادل طعيمة، كابتن أحمد بلال، كابتن أحمد ثابت. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خليني أرحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقة اليوم. ثلاثة من النجوم الكبار اللي موجودين معنا في ملعب الأهلي النهاردة، النجم الكبير وصاحب الخبرة الكبيرة كابتن عادل
طعيمه كابتن عادل، ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك، سعداء بوجود حضرتك معانا. ربنا يكرمك، احنا اللي سعدان بيك. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا كرمك. النجم الكبير، وزي ما قلت لكم احنا خلاص بقينا، كنا الاول شباب دلوقتي بقينا جيل الوسط. النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ ازيك يا اسلام؟ مبارك يا حبيبي، كله تمام؟ بقينا جيل وسط خلاص. صحيح صح. امتى بقى هنخش الخبره؟ نقعد على الكرسي الثاني. ايضا زي ما قلت لحضرتك، احنا نيجي هنا حضرتك جنب حضرتك، جنب حضرتك. ايضا واحد من اللي صاعدين الحقيقه من الوجوه الشابه المهمه جدا خلال الفتره اللي جايه، وهتكتشفوا ده بنفسكم، احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ سعيد جدا بتواجد مع حضرتك، وبحب احيي حضرتك يعني على الحاله اللي عاملها في قناه الاهلي، وسعيد بتواجدي مع قيمه كبيره زي كابتن عادل والهداف الكبير طبعا كابتن بلال، يعني احمد جوال. كابتن عادل، خليني ابدا مع حضرتك. اسبوع مهم للنادي الاهلي الحقيقه، حضرتك انا عارف اتفرجت على كل المباريات تقريبا، لكن بشكل عام ايه اللي عجبك في الاسبوع ده؟ اللي عجبني قوي في ماتشين او ثلاثه عجبوني، او اربع ماتشات الاهلي طبعا اولهم، الاهلي والمقص والزمالك وبيراميدز، وطبعا في اللي حرس حرس الداخليه، الحرس وال لا الحرس الجونة، حرس الجونه، حرس الجونه 2-1 للجونه صح، وفي الانتاج الحربي والداخليه، اربع ماتشات جامدين قوي. اربع ماتشات كوره وتحركات وشغل مدربين، ومعظمهم من ولاد النادي الاهلي، مدربين النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدني برضو اكتر يعني. وفي ماتشات طبعا كانت الحقيقه دون المستوى، وكان فيها عنف، وحتى انا يعني اللي احنا كنا مع بعض حضرتك، الحاجه اللي احنا قلناها هنا، مباراه الطواق الزرقاء، الاستاذ حسن المستكاوي اظن في احد القنوات قال نفس اللفظ اللي احنا قلناه هنا في ملعب الاهلي، يعني قالها امبارح. قلناها احنا من ثلاث ايام او يوم المباراه، فعلا كانت مباراه فيها عنف زياده، وبرضو اسبابها كانت واضحه ومعروفه، يعني تغيير مدربين، وكل واحد ليه هدف، وفي ضغوط على الناس كلها، فالضغوط دي المدير الفني متطبعه على اللعيبه، واللعيبه نازله مش مركزه في الاداء الفني، مركزه انها يعني في حاجات تانية غير الكوره يعني. نعم. برضو في ماتشات كانت تحس ان هي يعني على يعني ايه، على ميه برد خالص يعني. الاسماعيلي وبتروجيت، على الرغم من فوز الاسماعيلي، وده اسعد ناس كتيره، لان المنافسه طبعا يعود، مش المنافسه لكن الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي وده طبعا لازم، انت عارف لعبت في الاسماعيلي طبعا، شرف ليا، كلنا بنفتخر وبنحب نادي الاسماعيلي طبعا، وبنحب جماهير نادي الاسماعيلي، على عكس ما يردد الناس اللي عايزين يوقعوا بين الاهلي والاسماعيلي، الطرف الخفي. انما طول عمر النادي الاهلي بيلعب ماتشات وديه وماتشات رسميه مختلطه مع النادي الاسماعيلي، وكان دايما النادي الاسماعيلي ياخد لعيبه من النادي الاهلي، الله يمسيه بالخير كابتن هاني مصطفى كان بيلعب، كان النادي الاهلي بيعيره للنادي الاسماعيلي. نعم. فاحنا كلنا سعداء ان الاسماعيلي ان شاء الله يدخل يعود مره اخرى. فدي ده الماتش الحقيقه كان هادي جدا، على الرغم من انه بتروجيت حالته يعني في متزايل جدول الدوري، وصعب جدا فرقتين ليهم تاني، بس طبعا الاسماعيلي بيهمنا اكتر لانه تيم جماهيري، واحنا عايزين الدوري يبقى كله جماهير، ما يبقاش شركات، ما يبقاش دوري شركات يعني. بالظبط كده، ده الانطباع، علشان ادي فرصه للكباتن. خلاص اتفضل يا كابتن بلال. اهم مميزات هذا الاسبوع، يعني زي ما الكابتن عادل قال، يمكن مباراه الاهلي والمقصه وبيراميدز والزمالك هم اللي طافوا على الفوق، يعني الناس كلها شافت المباراتين دول بشكل او باخر احلى مباراتين اتلعبوا هذا الاسبوع. لكن اهم المميزات بقى اللي حضرتك شفتها من المهاجمين، انا عارف انت بتتابع كل المباريات، المهاجمين مين اللي جاب اجوان اكتر، مش بالاسماء ولكن انا اقصد بشكل عام يعني. بص، انا عاجبني السنه دي احمد علي لاعب المقاولين العرب، يمكن ادى موسم كويس قوي، مركز بشكل كبير جدا، الخبرات اللي اكتسبها الفترات اللي فاتت دي كلها بيحاول ان هو يطبقها وينفذها السنه دي في الدوري، يمكن هو برده من هدافين الدوري السنه دي، عامل شكل وعامل طعم كده كابتن للفراوده، يعني الفراوده بتوع زمان، هو الفارود السنتر فارود رقم، اللعيب رقم 9 اللي احنا مفتقدين، اللي بيسجل بالظبط، اللي بيسجل الاهداف، انت قاعد في الماتش بالظبط بيقف على الكوره، محطه جيده جدا، لعيب سكورر احمد. بصراحه السنه دي عامل شغل كويس قوي، عاجبني جدا، هو لافت النظر في المواقف الصعبه، كمان بتلاقيه موجود، بتلاقي حاسم، بتلاقي هو اللي بيسجل الاهداف، ماشي، هو هداف المقاولين العرب السنه دي، يمكن برده من هدافين الدوري اللي عام السنه دي، فعجبني احمد بشكل كويس قوي. صلاح امين برده
عامل شغل كويس قوي 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 مع فرقه النجوم. يعني عارف بذكرك او بفكرك باللعيبه الخبره، اللعيبه اللي داست كتير في الدوري العام، اللعيبه اللي تقدر تسجل اهداف، اللي ليها طعم بقى ترجعنا ل 4 4 2 او 4 مش عايز اقول 4 2 3 1 لان الطريقه دي خلاص بقت الناس بتعتاد عليها، ان الفروه ده لما بتسجلش هي محطه بس، والتحركات الخلفيه والاماميه ولا على الاطراف. لا انا بتكلم عن الفرود اللي بيسجل اهداف، لان انا عندي حاجه كده انا مقتنع بيها تماما، ان راس الحربه المهمه الاساسيه بالنسبه له الاساسيه تسجيل الاهداف، انه يسجل اهداف في كل كده كل الباقي بالظبط في كل بلاد العالم. انا مش عايز اخوض كتير في قصه ان المدربين دلوقتي بيطلعوا يتكلموا احنا الفرود بالنسبه لنا انه يتحرك، لا مش ده. انت بص على كل العالم دلوقتي هتلاقي رقم 9 تمام، رقم 9 مش رقم 9 يعني قصدي رقم اللعيب رقم 9 اللعيب الفرود المان تارجت بالظبط، ده اللي بيسجل، ده هدف الفرقه في كل مكان. النهارده صلاح بيلعب رقم 9 في بعض الاحيان في ليفربول تمام، اجويرو في مانشستر سيتي، بنزيما في ريال مدريد، يعني كل الفرق سواريز في برشلونه، دي اللعيبه رقم 9 اللي بتسجل اهداف. سيباخته اللي بيلعب وراه ميسي و ده طبيعي كمان كفايه ميسي بس او بلاش ميسي مي بس اللي هو اول حرف بس لا لازم الثلاث حروف طبعا. فانا بحب اللعيب رقم 9 اللي مهمته الاساسيه انه يسجل اهداف. حسام باولو في الداخليه عمل شغل كويس قوي 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 السنه دي، فدي الفراوده اللي انا بحبها، بحب طريقه لعبها، بحب انه دايما عنده تركيز، عارف الجول فين، عارف التارجت بتاعه. عمر السعيد المبارك. كمان عمر السعيد في الزمالك بالظبط، في الزمالك مقدم بشكل كويس قوي قوي قوي، يعني لما بينزل كاسونجو قبل ما يمشي برده كان بيسجل اهداف. انا بحب النوعيه دي من الفراوده، ما بحبش الفرود اللي دايما بيحط نفسه بره ال 18 بره الهدف بتاعه. انا عندي الهدف الجول، عايز اسجل هدف او اصنع هدف تمام، ما بحبش الفرود اللي دايما طول ال 90 دقيقه بيشتغل بره ال 18، لا مش بتاعتك. ده اللي انت كنت بتطالب بيه انا فاكر في مباراه الاهلي كتير في مباراه الاهلي الاخيره امام الجزائر، صح، ان هو لما يجي ينزل ما يتحركش كتير ولا يمين ولا يتحرك، صح، خطوتين ثلاثه خطوتين ثلاثه عشان ما يتعبش، بس عشان ما يتعبش عشان كمان يبقى قريب من الجول. ولما عملها قدر يسجل هدف وقدر يصنع الهدف هدف ثاني، وكان ممكن برده يعني كره من الكرات بتاعت رمضان صبحي او حسين الشحات، كان ممكن لو واحده ظبط الثرو باس لو كانت ظبط كان ممكن يسجل هدفه الثاني. فهي دي التحركات اللي دخلت ال 18. انا احب يعني انا الحقيقه بحب الفرق بالطبيعه دي، لكن طبعا مباراه الاهلي مباراه الزمالك، الاهلي طبعا والمقصه، الاهلي اداء رائع جدا 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 جدا، ما شفناهوش بقى لنا زمن، واحنا اتكلمنا عليه يمكن حتى في الاستوديو اسلام، وقلنا ان الاهلي بيقدم كوره خلاص كوره الاهلي المعتاد عليه، شخصيه النادي الخطوه يعني الاولى لسه طبيعه النادي ده. فهو ده يمكن ده اللي عجبني الفتره اللي فاتت. نسيب بقى احمد يكمل بقى الحته اللي ناقصه بقى. اللي ناقصه يا ابو حميد، انا اهم حاجه في وجهه نظري يعني الاهلي، النادي الاهلي يعني العوده للمنافسه على الدوري كانت في الاسبوع ده، يعني تمام. لو الاهلي ان شاء الله السنه دي هياخد الدوري هيبقى الاسبوع ده هو السبب. الفرق دلوقتي الفرق بقى 6 نقط ما بين الاهلي وما بين الزمالك اللي هو المنافس المباشر ليك، 12 نقطه بس في ماتشين مؤجلين، لو الاهلي كسبهم يبقى الفرق 6، وعندك ماتشين فيس تو فيس مع الزمالك تقدر تكسبهم، فبالتالي الدوري الاهلي رجع تاني للدوري، اصبح في ايد النادي الاهلي، اصبح في ايد النادي الاهلي كان بعيد. فدي اهم حاجه انا شايفها الاسبوع ده، عوده النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي كمان عوده شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيرجع بالاداء ده بيخوف باقي الانديه، سواء الزمالك او بيراميدز، طول ما النادي الاهلي بيكسب ماتشات ورا بعض هتصدر الضغط على الزمالك وعلى بيراميدز. واعتقد ان الاسبوع ده فيصل في، يعني كان مهم جدا 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 ان النادي الاهلي يكسب ويحصل تعادل او هزيمه نادي الزمالك في مباراه بيراميدز، كانت مهمه جدا. فدي شايفها رقم واحد اهم حدث هذا الجوله. تاني حاجه فوز الاسماعيلي وفوز المصري، الاسماعيلي والمصري السنه دي بينافسوا على الهبوط، الاسماعيلي والمصري بصراحه الاثنين يعني لو ما خدوش بالهم بشكل كويس، لان السنه دي ما تقدرش تقول زي كل سنه كنا بنقول ايه في فرق مثلا معينه اسوان مثلا او النجوم او كده هيهبطوا من تاني اسبوع بيبان، السنه دي مش باينه، صح، يعني السنه دي بتروجيت اخر دوري ما تعرفش مين اللي هيهبط، وبالتالي المصري والاسماعيلي لو ما خدوش بالهم من بدري ان الاسبوع ده حققوا الفوز، فالفوز ده دفع المصري ال 22 نقطه، دفع الاسماعيلي ال 20 نقطه، وبالتالي الفوز ده هيفرق معاهم جدا وهيديهم دفعه يبعدهم شويه، يعني حتى يقلل حته الضغط الجماهير عليهم ان هم بقى بينافسوا على الهبوط وكده، وبالتالي يعني ايه بيحصل نوع من ان انت قللت الضغط الجماهيري عليهم. فدي برضو حاجه مهمه جدا. بيراميدز يعني انا شايف ان بيراميدز كان المباراه دي لو كان كسب الزمالك في المباراه دي كان اقدر اقول ان هو يقدر ينافس على الدوري من وجهه نظري الشخصيه يعني. لكن انا شايف ان فرقه بتغير 5 مدربين في موسم واحد، ازاي؟ رقم 1 فالنتين، رقم 2 لافولبي، رقم 3 كابتن حسام حسن، رقم 4 كابتن احمد حسن هيجي يمسك مباراه بعد كده، مش مباراه على فكره، مش لسه بقيه الموسم، بعد كده في رامون دياز. فمستحيل فرقه عايزه تاخد الدوري بصراحه، يعني عايزه تاخد الدوري بتغير 5 مدربين. ولكن المدارس اللي هنا، وخليني افتح معاك الموضوع ده لانه موضوع مهم، في مدرسه تقول لك لا انا لما اتغلب
وكلنا نشترك في الكلام في هذا الموضوع. انا لما اتغلب اغير. ايه رايك يا كابتن عادل؟ لا 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 طبعا لا. يعني لا في ناس تقول لك ايه انا الحق نفسي من دلوقتي انا شفت. بس هو ما اتغلبش يا اسلام، خد بالك هو ما اتغلبش، هو تعالى يعني انا بتكلم ممكن يكون هو في نادي بيراميدز ده متخيل ان هو ممكن يكسب نادي الزمالك عادي، متخيل ان هو يكسب. هو بس هو تعادل الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، اللي قبليه كسب، اللي قبليه تعادل، وتعادل الماتشين ورا بعض يعني فخسر إيه بس التعادل حتى كان مع الانتاج الحربي كان ليه هدف ضربه جزاء وكان ليه هدف، فاحنا اتكلمنا على الاستوديو كده كان له ضربه جزاء كان برضه في حتى الحكم الطلياني برضه تعادل مع المصري برضه يا كابتن، وتعادل مع المصري لا هو بيتكلم ان الحكم في مباراه كان ممكن يكسبه البيراميدز له هدف صحيح 100% مش اوفسايد، وله ضربه جزاء 100% برضه وما اتحسبتش. يعني هي عمليه تغيير المدربين اصلها دي يعني، ودي برضه بتخش في خانه تكرار الاصابات وعدم الثبات على الاداء الفني، لان يعني كل مدير فني بيجي ليه فكر وليه شخصيه كمان، في راجل شخصية تحفيزية، في راجل بيحب يهاجم، في واحد تاني بيخاف بيحب ان هو بجانب الدفاعي وبعدين عقبال بقى بيشتغل بدني، انت ما انتش عارف القياسات اللي عندك، اللعيبة اللي عندك الجانب البدني عندها ايه. في طبعا زي ما حضرتك عارف في اجهزة بره بتقول لك الراجل ده وصل بدنيا للحتة الفلانية حتى من خلال اختبارات. فتغيير المدربين على الاقل، على الاقل ادي المدرب على الاقل 10 مباريات، ما تبقاش كل مباريتين او 3 مباريات وتغير المدير الفني، لان ده حتى يعني حضرتك مش مع السياسه دي اساسا. لا لا اطلاقا اطلاقا. وسبب نجاح النادي الاهلي على مدى تاريخه انه دايما المدير الفني طالما احسنت اختياره بياخد من البدايه للنهايه، حتى لو في ماتشات اخفق فيها ومع ذلك بيديله الثقه، والثقه اللي انت الاداره بتديها للمدير الفني بتنعكس على اللعيبه. صح اللعيبه تبقى عارفه ده خلاص، ده الراجل ده قاعد معانا سنتين، انا مش هقدر العب بديلي بقى، ولا اقدر ان انا مثلا ما بيلعبنيش او ما اخد معاه موقف ولا حاجه. لذلك تبص تلاقي النادي الاهلي دايما على مدى تاريخه فين وفين لما بيغير، الا يعني بعد الشديد القوي زي ما حصل السنه دي. ايوه السنه دي كلنا كنا مقتنعين من اول اسبوع ان الراجل اللي كان موجود كان فيه بعض علامات استفهام عليه، ولكن بسرعة طبعا النادي بسرعة خد القرار الصائب وغير المدير الفني وغير الجهاز الفني، وراجل جه مع راجل بتاع أحمال بتاعه وجاء بالجهاز بتاعه، وبالتالي طبعا دي خطوة موفقة. إنما الخطوات دي ده كمان في أسرار تانية يعني بعد فترة هنعرفها، لما تلاقي إنه بيفرض على المدير الفني أنا لعيب بشتريه بدون رأي المدير الفني وعايزه يلعب، طب ازاي؟ طب المدير الفني بيعمل، انت جايبه ليه مال؟ يعني عمليه صعبه جدا يعني انت جايب لعيب من غير المدير الفني ما يقول لك عليه، وبعدين المدير الفني مش مقتنع بالراجل ده، يعني راس الحربه الراجل الكولومبي ده الجهاز الفني مش مقتنع بيه. نعم. ومع ذلك لازم يلعب، وبعدين برضه تصريحات غريبه جدا ان انا بقول انه يعني مش ممكن يبقى في لعيبه بملايين ومش بتلعب. كل واحد له وجهه نظره في رئاسه النادي، كل واحد هو حر. ما بتكلمش على رئاسه النادي، انا بتكلم على المدير الفني. انا ما اقصدش رئيس النادي، انا بتكلم على المدير الفني. المدير الفني لما يتقال ان انا جايب لعيبه بملايين لازم تلعب، الكلام ده مش مظبوط، ما كل اللعيبه جايب ملايين. بس انا عايز اقول حاجه في النقطه دي يا كابتن بعد اذن حضرتك. انت النهارده وانت كلاعب او انت كمدير فني، انا اسف، انت كمدير فني وانت بتتعاقد مع النادي بتبقى عارف سياسات الناس انت بتشتغل معاها او انت جاي تشتغل معاها، وده وضع طبيعي. انت جاي تشتغل مع النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي يعني عشان تتغير اثناء الموسم يبقى لازم النتائج بالظبط، لازم النتائج تبقى سيئه جدا جدا والاخفاقات تبقى واضحه للجميع، ده وضع طبيعي. وانت رايح النهارده على بيراميدز انت شفت، وانت رايح على الزمالك برضو بتشوف، بتعرف سياسه بالظبط يعني وانت كمدير فني تقبل او لا تقبل يا اسلام، خد بالك. لا هو صح كلام بلال، صح ان هو انا كمدير فني انا لا اقبل ولا اقبل، ما انا عارف ان انا لو جيت النادي الاهلي بالزبط. ان انا في النادي الاهلي انا لو ايه اللي حصل عندي هناك حاجه اسمها محاسبه نهايه الموسم، دي مدرسه، في مدرسه تانية تقول لك مش هستنى هم ماتشين ثلاثه لقيته بيتغلب هغير. يعني انا اقصد اقول ايه، يعني ممكن انا النهارده مثلا كابتن حسام حسن انا جيت وعارف ان الراجل مثلا له قرارات بيتدخل في بعض القرارات، خلاص يبقى انا اتحمل، ما جيش انا بقى في وقت من الاوقات اقول لا ده ازاي تتدخل، طب ما انت عارف ان هو بيتدخل. ايوه ما انت من الاصل انت متعاقد معاك وانت عارف ان الراجل بيتدخل. انت مثلا في بعض الانديه اخرى برضو الناس بتتدخل وبتلوم وبتعلق على الاداء. خلي بالك اصل ده بس مش في بيراميدز،
لا انا فاهم طبعا في... لا في انديه كتير في مصر في انديه كتير في مصر كمان كده. وانا على عيني جاي في في ساحه المدربين وعلى مدى تاريخنا والله الحمد يعني مفيش حد بيقدر يهوب ناحيتك طول ما انت مدير فني بتحترم نفسك. لا رئيس نادي يتدخل ولا صحف يتدخل ولا جمهور يتدخل. انت جمهور النادي الاهلي شوف كثافته قد ايه 60 70 مليون ومع ذلك عمره ما يتدخل في تشكيل او في ان لعيب يلعب او انك انت تجيب لعيب. هي في النهايه كابتن هي سياسه نادي صح. انا مش بتكلم على نادي واحد, انا مش بتكلم على اصل احنا بنتكلمش على بيراميدز تحديدا, انا بتكلم ما هو في اربع خمس انديه معروفين بالاسم يعني مش عايزين نتكلم برضو على اسماء انديه عشان الناس هنا بيبقى عندها حساسيه شويه, فمش عايزين نتكلم على اربع خمس يعني الاسماء معروفه بالاسم لكل رياضي ولكل واحد شايف بالظبط مين ده وعارف ان رئيس النادي ده بيتدخل ولا ما بيتدخلش. خلي بالك حضرتك المديرين الفنيين بيبقوا عارفين كده كويس. طيب خلينا نطلع من الموضوع ده نروح لاحصائيات الدوري العام. يا كابتن احمد خلينا كابتن احمد يعني حلو برضه. احصائيات الدوري العام السنه دي كانت حتى الان عدد المباريات هتنزلهم لي يا سمير ولا افضل؟ اتفضل يا ماشي. عدد المباريات 170 مباراه لعبت حتى الان, الاهداف المسجله 417 مباراه 417 هدف. الهداف محمود علاء الحقيقه وموسم عالي جدا لمحمود علاء لعشر بعشرة اهداف. البطاقات الصفراء 676 بطاقه صفراء, بطاقات الحمراء 42 بطاقه حمراء. الفريق الاكثر حصولا على ضربات الجزاء, انا بقولها واحده واحده اهو, الفريق الاكثر حصولا على ضربات الجزاء الزمالك 7 ضربات جزاء. الفريق الاكثر حصولا على بطاقات صفراء الداخليه 49 بطاقة صفراء. الفريق الأكثر حصولا على الكروت الحمراء المقاولين 7 كروت حمراء. أقوى خط هجوم نادي الزمالك ب 39 هدف. أقوى خط دفاع النادي الأهلي 12 هدف. دي الإحصائيات يا كابتن عادل للدوري, أو خليني أروح للكابتن بلال. كابتن بلال الإحصائيات دي شايفها إيه؟ يعني بتدي لك دلالة إيه؟ بتدي حاجتين. اولا الفرقه ابتدت تلعب بشكل هجومي جيد. الفرق بالظبط بشكل عام, انت النهارده بتتكلم في 170 مباراه في 479 هدف. فده معناه انت بتتكلم في حوالي تقريبا هدفين وكسر في في كل مباراه, فدي نسبة جيده جدا. طبعا نسبه جيده جدا يعني. النسبه الثانيه خطوط الدفاع بقى الحاجه العكسيه. بس عندك هجوم كويس يبقى اكيد في دفاع. خلي بالك احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي على مباراه بيراميدز والزمالك, اخطاء دفاعيه كارثيه سواء هنا او هنا. الاثنين الحراس تمام, توقيتات خاطئه جدا انا كانت في كتير جدا من الامور. الدفاع التمركز بس خلي بالك دي بلال مشكله عامه عند الحراس. لا في مصر كلها احنا عندنا مشكله في السرد باكين, مشكله كبيره السرد باكين والباكين العكسيين. يا اسلام انت لعبت باك رايت في وقت من الاوقات وعارف يعني ايه تغطيه عكسيه طبعا. تمام النهارده الجول اللي جه في نادي الزمالك الاول ما تغطيه عكسيه, لا ده واقف يعني خد يلا تغطيه عكسيه. الجول الثاني برضه اللي جه في الزمالك برضه تغطيه عكسيه. الهدف اللي سجله فرجاني الساسي من بدماغه بالهيد ده برضه ده هدف كارثي. تتكلم في السكس داخل السكس يارده وراجل بيطلع لوحده وبيحط الكره بيركنها وحاجه يعني كانك في تدريب. فالنهارده لا الاخطاء الدفاعيه كارثيه طبعا. 479 هدف برضه زي ما قلنا الهجوم كويس, لا فالدفاع يعني بتتكلم دفاع سيء يعني. النهارده بص يعني على المقاييس اللي موجوده عندنا, فرقه لما تكون زي الداخليه لعبت 20 مباراه وعليها 27 هدف, فانت بتتكلم في كل مباراه هدف وي تمام. وادي دجله عليه 30 هدف, الاتحاد السكندري 33 هدف, بتروجيت 25 هدف, الجونه 28 هدف. كل يعني بتتكلم يا كابتن ان تقريبا كل مباراه لازم يدخل فيك اهداف, فدي نسبه كبيره جدا جدا يا اسلام يعني. الدفاع يعني الامور لازم تتحسن اكتر من كده. انت بتلعب مباراه انت الاول يعني في اصل كل مباراه التكتيك بتاعك بتبنيه ان انا رقم واحد ما تدخلش فيها جول. رقم واحد انت كمدير فني بتبني على كده ان انا بشتغل ان انا رقم واحد ازاي هامن, بعد ازاي هامن ستيب 2 ان انا ازاي ههاجم هسجل اهداف. فانت واضح عندك ان في مشكله كارثيه في الحته الدفاعيه. انت كل مباراه بيخش فيك هدف, كل مباراه تقريبا يعني باستثناء الاهلي والزمالك دول افضل نادي. يمكن الاهلي لعب 15 مباراه تقريبا 15 مباراه ودخل فيه 11 هدف, والزمالك لعب 17 مباراه دخل فيها 14 هدف. هم دول الناديين اللي محافظين الى حد ما بشكل كبير على الناحيه الدفاعيه بتاعتهم, لكن بقيه الفرق لا بتتكلم في تقريبا هدف في كل مباراه. مشاكل كبيره جدا. مشاكل كارثيه في الحته الدفاعيه, مشاكل كبيره جدا جدا يعني. محمود علاء
واحنا بنعدد من شويه على رأسات الحربه اتكلمنا على اربعه في 18 فريق. يعني انت الطبيعي انك تتكلم مثلا على 16 مهاجم 12 مهاجم 13 مهاجم، لما تيجي تتكلم يا كابتن ونعدد نقول اربع مهاجمين بس دول اللي لافتين الانظار وكلهم لعيبه بس من اللعيبه اللي عندها خبرات، فانت عندك مشكله كبيره في حته المكان راس الحربه اللي موجود. احنا ما بنتكلمش على لعيب شاب باستثناء عمر السعيد تقريبا، هو يمكن اللعيب الوحيد ومش هنقول يعني شاب يعني احنا الشاب ده بنتكلم من 18 خلي بالك في طاهر محمد طاهر برضو من الاسماء الكبيره الاسماء اللي جايه كبيره بس التسجيل كبيرة. انا بكلمك نسبه تسجيل الاهداف، انا دلوقتي الارقام هي اللي بتحكمني دلوقتي في الوقت الحالي. أوكي. الارقام بتحكمني، ده معناه ان انا بتكلم عن رصاصات الحربه اللي في مصر القادمون اللي ليهم في البروميسنج لعيبه تكاد تكون مش موجوده في الدوري المصري في الوقت الحالي. اللعيبه الخبره هي اللي بتسجل، لعيبه الشباب مش موجوده، اللعيبه الافارقه اللي عاملين عليهم حدث كبير جدا ودي الازمه الكره المصريه مش موجودين على الساحه. النهارده هات لي لعيب باستثناء شمال سبيكلي اللي بقاله 20 سنه بيلعب في الدوري الممتاز، تمام، هو ده اللعيب الوحيد اللي يمكن معدي 7 اهداف. جون انتوي وجون انتوي يعني يعني اثنين اللي خلاص يعني خدوا باع كبير جدا في الدوري المصري. نعم. لكن بقيه الافارقه مش موجودين على الساحه، مش يعني انا مش معقول كل الافارقه اللي بتعاقد معاهم عشان بس عنده سرعه وقوه اسلام، دي نقطه مهمه جدا يعني يجب التركيز عليها. كل الافارقه اللي موجودين في مصر معظم المدربين في التعاقدات بتاعتها بيركز على عنصرين مهمين بس، عندي قوه عندي سرعه وقوة. لكن التكنيك بتاعه صعب جدا، تضييع الاهداف بشكل غزير جدا. فانا بدور على الفرود المصري لعيب الناشئ اللي ممكن يبقى مستقبل الكره المصريه مش موجود في الوقت الحالي للاسف الشديد يعني. تمام يا احمد قول لي ايه رايك في هذه الارقام؟ اولا عندي الاهداف، نسبه الاهداف عاليه جدا 2.4 كل مباراه، نسبه كبيره يعني اكتر من هدفين. ثاني حاجه الكروت الصفراء 676 يعني 4 كروت صفراء في المباراه الواحده، نسبه عاليه جدا. الفرقه الاكثر حصول على ضربات الجزاء الزمالك 7، دي برده بتدل الزمالك بصراحه السنه دي جامل كتير في التحكيم، ليه اخطاء ممكن تكون اخطاء يعني مش متعمده ولكن الزمالك جامل كتير جدا. لا توجد اخطاء متعمده برده، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. اول مباراه الزمالك يتظلم فيها او كده هي ماتش بيراميدز الاخير اللي هو بتاع عبد الله جمعه الكارت الاحمر اللي خده. بس اول مباراه في الدوري اشوف فعلا الزمالك، يعني انا كنت كل مباراه اقعد الاقي الزمالك بصراحه كان يعني بنشوف اخطاء دايما لصالح الزمالك من اول الدوري لاخره. نعم. بصراحه من اول الدوري لاخره كميه اخطاء لصالح الزمالك، ويقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي بيكسب بالتحكيم، لا يعني دايما الاعلام بيصور ان الاهلي بيكسب بالتحكيم، كان من اول الدوري لاخره لغايه ماتش بيراميدز. والغريب ان محدش اتكلم، حتى لما الزمالك اتظلم في كوره شفتش اعلامي حتى طلع اتكلم ان الزمالك اتظلم في الكوره دي او كده، عكس مثلا لو يعني لو الزمالك كان بيلعب الاهلي في المباراه دي وكان مثلا اتحسب حتى لو حكم اجنبي كنا هنشوف اغلب الاعلام بيتكلم على اللعبه دي. طب مش معنى برضو اللعبه دي محدش يتكلم عليها كتير ليه؟ بتاع طرد عبد الله جمعه. ويعني من اول الدوري لاخر الزمالك فعلا بيتجامل في حاجات كتير جدا في الاخطاء التحكيميه. وفعلا يعني من وجهه نظري الاهلي السنه دي يعني في البطوله اللي هي يعني من اول مثلا 20 جوله الاهلي بيواجه التحكيم، من وجهه نظري التحكيم بيجامل الزمالك بشكل كبير جدا في المباريات الاولانيه عدا مباراه بيراميدز الاخيره، فعلا الزمالك فيها اتظلم في لعبه عبد الله جمعه. طبعا بالنسبه للكروت الصفراء الداخليه بياخد كروت صفراء كتير جدا 49، الفريق الاكثر حصول على كروت حمراء المقاولين، اقوى خط هجوم الزمالك، الزمالك برده يعني عنده مفاتيح لعب كتير جدا وعنده خط هجوم قوي جدا، ويمكن انا من وجهه نظري الشخصيه الزمالك عنده 2 مفتاحين اللعب، ودايما بنصح اي فرقه بتواجه الزمالك يا جماعه ما ينفعش تسيب فرجاني ساسي مش عامل عليه مان تو مان. ماتش بيراميدز فرجاني ساسي فجوه كبيره جدا في وسط ملعب بيراميدز، بيلعب بخط واحد بس دونجا، ارتكاز واحد دونجا، وبعد كده جنبه قفشه، وبعدين راح ساحب قفشه اللي هو كان نجم بيراميدز، كانت تغييره عجيبه جدا، سحب قفشه وفضى وسط الملعب اكتر للزمالك لفرجاني ساسي. فبالتالي نصيحه لكل الفرق اللي بتواجه نادي الزمالك، لازم فرجاني ساسي ده العب عليه مان تو مان. لو حضرتك اتفرجت على ماتش الزمالك واتحاد طنجة في المغرب، المدرب اتحاد طنجة عمل مان تو مان على فرجاني ساسي. فرجاني ساسي ده انا معايا ارقامه، اكتر لاعب عامل تمريرات في مباراه بيراميدز، اكتر لاعب لامس الكوره. يعني ايه الكلام ده؟ ان اللاعب ده مفتاح لعب الزمالك، هو اللي بينزل يسقط ويستلم، هو الكرييتور بتاع الفرقه، هو العقل المدبر زي ما احنا شفنا لعيب. ارقام قدامنا اهي معانا برضو، خلينا نتكلم عنها عشان لو عرضنا ارقام فرجاني ساسي ده يعني لازم الفرق اللي بتلاعب نادي الزمالك. كان دايما مانويل جوزيه في بعض الاوقات قال امسكوا شيكابالا في بعض الاوقات في الدوري، لا قالها عمره ما قالها، قال يا جماعه الفرق عمره اللي ما قالها. وانا يعني انا لعبت 5 سنين عمره ما قال امسك شيكابالا بصراحه، عمره ما قال لنا امسكوا حد.
لا في في بعض الفرق في بعض التصريحات للمانويل جوزيه يعني. طلع قال للفرق المنافسه يا جماعه ما تمسكوش جبالة. لازم التصريح ده يعني انا من وجهه نظري لازم الفرق المنافسه لنادي الزمالك تمسك فرجاني ساسي تعمل ضغط عليه زي يمسكوا شيكابالا كده. فرجاني ساسي ده لو اتمسك اعتقد ان نسبه 70% من قوه نادي الزمالك هتقل. فرجاني ساسي في المباراه زي ما احنا شايفين عامل مراوغتين نجاحتين تمريرات طوليه 4 اكتر لاعب عامل تمريرات على فكره في المباراه صانع هدف وجايب جونين قطع الكره 14 مره ولعيب خط نص بوكس تو بوكس وعامل 7 محاولات على المرمى اكتر من المهاجم يعني اكتر لعيب رايح على الجون وعامل محاولات فرجاني ساسي. فده دليل ان مفيش حد كان ماسكه وكابتن حسام في مدرب بيراميدز راح ساحب قفشه ففض خط نص فض النص اكتر زياده وادى المساحه اكتر لفرجاني ساسي وبالتالي الزمالك اصبحت الخطور اصلا بعد كده مطرود عبد الله جمعه هو ده. انا من وجهه نظر الشخصيه الزمالك حاليا عنده مفتاحين لعب مهمين جدا في الفرقه فرجاني ساسي رقم 1 رقم 2 كهربا. كهربا رغم ان بعض جماهير الزمالك بتنتقده بشده ولكن انا بشوف ان هو بيتحرك وبيقطع جوه ال 18 بيفضل نفسه مساحات كويس جدا لعيب مهاري قوي ولعيب بيقطع جوه اعتقد ان هو قريب جدا ان هو يروح منتخب مصر مع رمضان صبحي. وعبد الله جمعه عبد الله احد اللاعبين المميزين هذه الايام. كابتن عادل ايه رايك بقى بما اننا اتكلمنا على مباراه بيراميدز والزمالك مباراه الكل الحقيقه اوفت بوعودها كل شاف ان هي مباراه جيده ومباراه كانت ممتعه 6 اهداف لما يجي 6 اهداف برضو النادي الاول والثاني بيتنافسوا ويجي في ده 3 اهداف وده 3 اهداف حاجه غريبه شويه. الكل كان متوقع ان هيبقى فيه اداء فني عالي لانه تيم الزمالك مش كويس وتيم بيراميدز مش كويس مع حسام على الرغم من برضه حسام ما عملش فتره اعداد وجاي تقريبا بعد نص عدد معين من المباريات. نسبه الاخطاء زي ما انت بتقول السردباكين على مستوى مصر هتبص تلاقي في اخطاء قاتله وخاصه كمان حتى حراس المرمى الكرات اللي داخل ال 18 داخل 6 يارده ما حدش بيطلع ياخدها. يعني الجول اللي جابه ساسي المفروض ان جول البيراميدز يطلع ياخدها دي جوه 6 يارده يعني مش ما تعتمدش ان هنا في الحاله دي على على حد من السردباكين. الحاجه الثانيه الفرص اللي ضايعه من الفرقتين فرص كثيره جدا. انا بشوف ان الحكم الطلياني زي ما ثابت بيقول ان الزمالك اتظلم. لا بقول لك الزمالك ما اتظلمش ولا حاجه لان في كوره اللي هي كانت مفروض تبقى ضربه جزاء وياخد كارت الحكم الطلياني ما ادهالوش ادها لكيلو. هل دي ما كانش فيها زقه او فيها عرقله؟ كان فيها زقه وعرقله حسبها انذار على كينو اصلا كابتن. ايوه ده انذار على دي كان المفروض هو طبعا حسبها الطليان لان انا شفت الراجل هو بيأدي يعني في فاول لبيراميدز يروح مدي 15 يارده الفاول للاسف للزمالك لبيراميدز الخمسه يارده ويقولوا له ده المسافه قليله وبعدين كان في عنف غير طبيعي من طارق حامد يعني ما بياخدش انذار يعني ضرب مبرح ومع ذلك حتى على المستوى التحكيم في مصر ما بياخدش انذارات على الرغم ان طارق لعيب كويس كل حاجه لكن بيزودها زياده قوي في العنف والخشونه 8 اخطاء الزياده 8 اخطاء هل خد فيهم انذار؟ لا ما فيش انذار وكل الماتشات كده وبرده محمود علاء نفس القصه برده. على الجانب الاخر المباراه طالما ممتعه للفرقتين ولحد اخر دقيقه انت ما انتش عارف مين هيكسب مظبوط فالاثنين حتى في التغييرات ما بين جروس وحسام تحس انك انت بتلعب شطرنج في واحد بيغير بيطلع الوزير وينزل لك طابيه وهكذا ففي فكر يعرفه اللي بيشتغل في المهنه دي عارف ان الراجل ده شايف ان في خلل في وسط الملعب فبيسحب لاعب معين وبينزل البديل. مفيش شك انه كان لو في وقت زياده شويه كان بيراميدز قدر ان هو في ظل حاله الطرد لانه ابتدى اداء نادي الزمالك يبقى فيه نوع من الهبوط شويه مع الدفعه المعنويه القويه جدا لفريق بيراميدز مع التغييرات اللي حسام عملها. طبعا كل مدرب بيبقى احيانا وهو بيدير المباراه مش سايق عربيه يعني لا ده هو بيدير بالشعره فبيشوف في وقت معين التغييره دي هل التغييره دي لو انا عملتها فعلا اللاعب هينزل موفق ويعمل لي الحاجه اللي في دماغي ولا لا. احيانا بيبقى نسبه النجاح بتاعته وتفكيره 90% واحيانا اللاعب بينزل وبيسرح ما بيديش الفكر اللي هو المدير الفني منزله لاجله.
انما ما فيش شك انه مباراه كانت ممتعه. كان هناك تحكيم ما كانش بالدرجه المحايده المطلوبه، لانه اللي كان حق موفقين جدا الاثنين لايمان كانوا يعني بالشعر. يعني جون بتاع كينو جون جون أيه. مش تسلل آه. والكره بتاعه عمر تسلل عمر سعيد يا كابتن اسلام، ده في حاجه حصلت ما حصلتش في تاريخ مصر، اللي هي انفراد لكينو والجهاز الفني راح رامي كوره راح رامي كوره جوه الملعب، الجهاز الفني للزمالك والحكم خدش قرار. يعني انت لو تشوف المباراه الراجل واخد رايح واحد على واحد ورايح على الجول الكره راحت مرميه، طبعا الجهاز كان على شمال المقصوره، الكره راحت قبل كده ماتش الاهلي والزمالك حصلت السوبر كده في السوبر اترمت حصلت من مين؟ من ناحيه ثانيه برضه حصلت يعني بس دي كانت احنا انا يمكن ذاكرتي بقى حجزت يمكن ولا حاجه بلدك صح يعني ما نش فاكرها قوي. كان السنه كام دي؟ السوبر اللي قبل اللي فات ده على طول بتاع دبي انما يعني دي واضحه قوي يعني امبارح يا راجل اسف ماتش الزمالك الكره اترمت، وطبعا الرد الفعل بتاع الحكم كان المفروض يبقى رد فعله غير كده، يروح حتى مجرد التحذير يعني. فطبعا احنا هنستفيد بالتحذير، الهجمه ضاعت يعني الناس هتستفيد ايه خلاص عشان العمليه دي بتتكتب في تقريره بحيث ان الجهاز الفني يعاقب، لان الجهاز الفني مسؤول عن الموقف ده. انت العالم كله بيتفرج عليك، امتى دي حصلت في اي حته في العالم؟ ما تحصلش. فطبعا دي شغل بلدي يا كابتن والله سقطه شغل بلدي ده والله. يعني انا متخيل ان في واحد تربوي وعنده 30 لعيب بيعلمهم مبادئ وقيم ومثل واخلاقيات، وابقى انا قاعد وحاجه دي تتعمل سواء من لاعب او من عامل غرض ملابس، وانا ما اطلعش اقول طب انت الاولاد هيفتقدوا يعني هيفتقدوا ثقتهم في الجهاز الفني بتاعهم. تمام. قبل بس ما نروح نكمل بقيه كلامنا عن هذه المباراه، احنا حاطين لحضراتكم سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، بنسال من هو المدير الفني الاجنبي للنادي الاهلي الذي ترك بصمه لدى الجماهير خلال مسيرته مع الفريق؟ من هو المدير الفني الاجنبي الذي ترك بصمه مع الجماهير خلال مسيرته مع الفريق؟ ده سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، بعتوا لنا وانا هقرا تعليقاتكم. بعدين اي حد عايز اي حاجه يا جماعه احنا بنحط السؤال ده ليه؟ عشان حضراتكم برضو ممكن اللي عايز يجاوب لنا على السؤال يجاوب، واللي عايز يسال في اي حاجه تخص النادي الاهلي او من خلال ملعب الاهلي ونقدر نجاوب لحضراتكم عليها هنجاوب لكم عليها فورا. يعني سامح المصري بيقول فاضلنا مدافع تقيل، هل الاهلي ممكن يفكر فيه؟ الاهلي ممكن يفكر يعني استنى لغايه يوم 30 الساعه 12 بالليل، ممكن الساعه 12 الا 5 يحصل حاجه محدش عارف. بنسبه كبيره مفيش ماشي بس برضو لغايه النادي الاهلي لغايه الساعه 12 ممكن يحصل مثلا لا قدر الله اصابه تحصل اي حاجه بس بنسبه كبيره خلاص النادي الاهلي. سامح المصري بيقول هل التيشيرت البديل هيكون لونه اخر بدل الازرق؟ هو كان معانا امير توفيق من يومين او من اسبوع كده قال برضو يا كابتن حاجه مهمه الحقيقه، قال ان السنه دي هنكمل بالازرق لكن السنه الجايه هيبقى فيه لونين مختلفين طبعا. غير اللونين بتوع النادي الاهلي الاحمر اساسي طبعا. انا لسه هقول لك الاحمر مش هيتغير البديل لونين يعني البديل ممكن يتغير البديل بيتغير على طول الثاني دايما بيتغير. ده سامح المصري. فكري عمر بيقول المسكي يا ريت يا كابتن نتكلم عن الاستثمار الرياضي. حاضر. مصطفى بيقول السلام عليكم، اولا قبل ماتش الاهلي والاسيوطي هيجي قرار ان الاهلي يلعب على استاد الكليه الحربيه؟ ما هو خلاص في قرار تقريبا ان احنا نلعب على الكليه الحربيه تقريبا خلال الفتره اللي جايه، او لو احتمال يجي قرار ان احنا نلعب على الكليه الحربيه علشان استاد السلام يتم تهيئته لبطوله الامم الافريقيه. النادي الاهلي نادي الاكبر في مصر، ومن المعروف النادي الاهلي له دور وطني كبير في هذا في كل الامور اللي بتحصل الرياضيه اللي بتحصل في مصر، وبالتالي اذا قيل له ان هو يسيب استاد السلام عشان يتم التهيئه ليه خلال بطوله الامم الافريقيه مش هيبقى عندنا مشكله اعتقد يا كابتن. لا 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 ان شاء الله ما فيش مشكله. احمد محمد بيقول لي يا كابتن عايزين علشان نطور فريق الكوره عايزين تصوير التدريب حملات الصدر تصوير قطاع الناشئين مثل اياكس او لامسيه ناخد برامج تدريب والتغذيه. مش لازم ناخد احنا عندنا ناس عظام يعني يقدروا يعملوا كده. محمد محمود بيقول يا كابتن اسلام بالله عليك تقرا الرساله ليا الاهلي الجمهور الوحيد ما يدخلوش المباراه. انا جاوبت لحضرتك على
هذا الموضوع في بداية كلامي. يا كابتن إسلام وليد أحمد أشكرك جدا على كلامك، ولو سمحت جاوبني على السؤال، فين ماتشات الأهلي حتى لو معادة على قناة النادي الأهلي؟ ربنا يسهل الفترة اللي جاية. عبد الرحمن بيقول كابتن إسلام محظوظ صغيرة رغم أن حضرتك لعبت الأولمبي والإسماعيلي، ويشرفني دايما أنا بقول هذا الكلام، النادي الأولمبي ده جوه قلبي يعني الحقيقة، النادي الأولمبي ده بدايتي والاسماعيلي ايضا سنوات كثيره، ولكن حماسك وحبك للاهلي اشكرك جدا، ده الطبيعي لان انا اهلاوي، معروف ان انا راجل اهلاوي يعني. محمود علي وكابتن اسلام ممكن تقول لنا قائمه فريق النادي الاهلي ووادي دجله بكره ان شاء الله؟ انا موجود معاكم بكره بالليل اقولها لك لان لسه ما نزلتش حتى الان. يا كابتن اسلام منور واعلان الاهلي روعه الروعه، تمام. ولو سمحت جاوب على سؤالي فين ماتشات الاهلي؟ ما انا قلت لك. ده طارق بيقول مساء النور يا كابتن وعلى الضيوف، نفسي نرجع الاهلي الجمهور زي الاول واحسن يا رب، نفسنا كلنا الحقيقه. يا سمير دي ملحوظه ليك، سمير عكاشه ملحوظه ليك، حد بيقول لك يا ريت نقفل اغلاق صوت الموسيقى في الخلفيه وانا بتكلم. ابو كريم انا بوصلها لك اهو. اكيد مانويل جوزيه، يا ريت لو نقدر نجيب عمر السومه. ماشي كابتن اسلام، ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري، تراهن على كام؟ انا من غير ما اراهن انا معاك في الرهان. ولا ايه يا كابتن عادل؟ اكيد طبعا. هنتكلم على ماتش الاهلي امتى؟ لا ماتش الاهلي، اصل احنا اتكلمنا على ماتش الاهلي. لا مش عايز اقول لك، انا عايز بس دقيقتين. لا انا حضرتك هتتكلم طبعا على ماتش الاهلي، بس انا بقول لك يعني مساء الخير على اجدع كباتن في الدنيا، اكيد بدون مناقشه مانويل جوزيه ده حازم محمد. ابعتوا لي اكتر يا جماعه، هقرا كل المسجز بتاعت او التعليقات بتاعت حضراتكم على من هو المدير الفني الاجنبي للنادي الاهلي الذي ترك بصمة لدى الجماهير خلال مسيرة الفريق. بلال، احنا واحنا بنتكلم عن ماتش بيراميدز والزمالك اتكلمنا على ان هناك اخطاء دفاعية واضحة سواء في فريق الزمالك او في فريق بيراميدز، واضحة لدرجة ان انهي كورة؟ اتفضل. كورة ايه؟ لما اترمت الكورة ما خلاص، ما هو بلال رد بقى يعني ماشي، يعني هنقول ايه؟ مفيش شخصية بطل، ده تعليق. مفيش شخصية بطل، شخصية البطل مش موجودة في النادي الأهلي بس طبعا. طيب الناحية هنا مباراة البيراميدز والزمالك هنا الناحية الدفاعية فيها كارثة، هنا الناحية الدفاعية على الرغم ان هم بيضموا يعني أربعة من اللاعبين المفترض ان هم الكبار يعني في 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 مصر من الناحية من ناحية السن، برضه سنهم صغير، محمود علاء ومحمد عبد الغني، والناحيه الثانيه علي جبر وعبد الله بكري، يعني الاربعه برضو كان عليهم كلام كتير جدا. من افضل المفترض ان هم من افضل الناس، لكن ده شغل، خد بالك اصلا في شغل يعني من المدير الفني. انا يعني انا المباراه دي لو هقيمها فانا بقيم النهارده الاثنين المدربين الفنيين النهارده في بعض الاوقات اثناء الجيم انت بتقدر تكتشف المدير الفني ده امكانياته ايه. يعني احنا النهارده حسام حسن زي ما قال كابتن عادل من شويه اخطا بخروج قفشه، طب انت خرجت قفشه الطبيعي وانت عارف نقاط ضعف الزمالك هم اطراف الملعب بتوعه في كل الاوقات، فانت الطبيعي لما تخرج قفشه تنزل لاعب عنده سرعات على طرف الملعب عشان تقدر تستغل نقطه الضعف دي، ده ما حصلش عند كابتن حسام حسن. الناحيه الثانيه الزمالك كسبان 3-2 وبرده ستيل الزمالك بيلعب جيم مفتوح قوي، والخطوط بتاعته متباعده بشكل كبير جدا، انت كسبان 3 باقي يمكن حوالي 25 دقيقه، الطبيعي جدا خلاص انك تعمل تغيير، تنزل تطلع محمد ابراهيم وتنزل محمود عبد العزيز وتقفل وتعمل بلوك في نص الملعب وتلعب على هجمات المرتده، لان خلاص الجيم هيتفتح خلاص يعني. فالنهارده برده ده عيب مدير فني او شغل مدير فني، عشان كده برده احنا بنقول يا كابتن ان في بعض الاوقات بتجيد اللعيبه داخل الملعب لكن ما بيوجدش المدير الفني خارج الملعب، وده اللي حصل في ماتش بيراميدز بالنسبه لاثنين مدربين فنيين، كان في سوء توفيق بشكل كبير جدا لكابتن حسام حسن في التغيير بتاعه، وايضا للمدير الفني الزمالك برده في تغيير اللقاء او في تعديل الجيم. يا اسلام بتلعب جيم وكسبان طبيعي جدا انت خلاص تبتدي تدافع يا كابتن، اللعيبه بتاعتك اجهدت بشكل كبير، سبرتات كتيره جدا طول المباراه، فالطبيعي انك تقفل بقى وتلعب زون ديفنس بشكل كويس وتعمل التغيير اللي قلت عليه يا اسلام وتعمل البلوك وتستنى بقى على الهجمات المرتده، وعندك اثنين عندهم سرعه. يعني تغييرات فنيه تقصد من؟ طب هنكمل داخل المباراه، داخل اللعيبه نفسها الجيم نفسه، ومن بره لعيب بلعيب ولعيب وتغير التكتيك بتاعك نفسه. خلينا ناخد الكابتن واحد من نجوم مصر ونادي الاهلي السابقين ومدير الكره في نادي الاتحاد السكندري كابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد ازي حضرتك؟ وتحيات النجوم الموجوده كابتن عادل وكابتن بلال. تحياتي ليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. تحياتي للكابتن عادل فهيم كابتننا الكبير وكابتن احمد بلال ومشتاق. الله يخليك يا وليد، تحياتي ليكم كلكم يعني. يا كابتن وليد وحشنا ده اولا،
وحشتنا العزومات الكبيره والخروف اللي جواه اسمه ايه ورق عنب والحاجات الحلوه دي. بس يعني خروف جواه ورق عنب يعني حاجه جميله جدا. الكابتن وليد بصراحه يعني هو الخروف كان متغدي ورق عنب الظاهر. ورق العنب كان سخن جدا كمان، دي المشكله. منور يا كابتن وليد. حبيبي كابتن وليد، يعني خليني اسالك اولا، ان احنا كان موضوعنا النهارده كنا بنتكلم على اعارات اللاعبين و اعارات اللاعبين من داخل النادي الاهلي للانديه الاخرى. فحضرتك عندك فوزي الحناوي وعمار حمدي، اثنين من المعارين، هل من الممكن ان يكون لهم مستقبل خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ومع نادي الاتحاد؟ احنا واخدين من النادي الاهلي اثنين لعيبه اعارات، نعم، فوزي الحناوي وعمار، والاثنين لعيبه موهوبه، والنادي الاهلي يعني شاطر في الحته دي ان هو بيطلع اعارات علشان اللعيبه يعني بلغه الكوره كده تستوي وتاخد عدد من المباريات. الاثنين لعيبه موهوبه والاثنين مهاريين جدا، والنادي الاهلي ده بيعملوا ده صح، يعني ان هم بيلعبوا عدد من المباريات والنادي الاهلي يتابعهم ويشوفهم ويستلم تقارير عنهم ويشوفهم قدامه في الملعب، وبعد كده بقى المدير الفني طبعا هو اللي يقرر بقى احتياجه ليهم يرجعوا ولا يكملوا الاعاره، يعني دي حاجه برضو بتخش الجهاز الفني طبعا. كابتن وليد، الاسبوع ده الحقيقه كان اسبوع فيه كره حلوه كتير، ايه رايك في هذا الاسبوع في الدوري العام بشكل عام؟ الدوري العام بشكل عام. بص، هو يعني اكيد الاهلي والزمالك تحديدا ومعاهم بيراميدز دلوقتي، لما بيكون ادائهم في الاسابيع كويس ده بيوصل الاسبوع كله، فالاهلي كان متالق وتفوق على نفسه وقدم واحد من احلى الاشواط اللي ما لعبهاش بقاله فتره كبيره جدا، الشوط الاول في المقصه وكسب مكسب كبير. الزمالك وبيراميدز مباراه برضه رائعه، المباراتين فيهم 9 اهداف. نعم. زائد كمان الاثاره بقى اللي موجوده في الدوري، يعني كانت فيه طبعا لقاءات وحشه، يعني خليني اقول لك سموحه وهندي لقاء وحش قوي 0-6. نعم، لسه كنا بنتكلم. بتروجيت برضه 1-0 لقاء برضه مش حلو. يعني في مباريات كده وفي مباريات كده. لكن ايضا عوده الاسماعيلي والمصري للمكسب هذا الاسبوع اعتقد ان هي، لان احنا دايما لما بنيجي بنتكلم على الانديه الجماهيريه يعني طبعا كل الانديه بالنسبه لنا سواسيه، ولكن الانديه الجماهيريه هي الاهم الحقيقه خلال هذه الفتره، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، الانديه الكبيره. ده اكيد طبعا، اكيد الانديه الجماهيريه يعني اكيد طبعا وراها جماهير كبيره وبتعشق فرقتها، والدوري السنه دي صعب، دوري صعب. خد بالك، اي فرقه هتكسب مباراتين ورا بعض هتلعب على المربع الذهبي، واي فرقه هتتغلب ماتشين ورا بعض هتلعب على الهبوط. مظبوط. المساله السنه دي صعبه شويه. كابتن وليد، لو انا سالتك دلوقتي مين اللي هياخد الدوري او سالتك مين اللي هينزل، هتقدر تقول لي ولا لا؟ لا، مستحيل مستحيل مستحيل. بصراحه السنه دي معقده جدا، السنين اللي فاتت كنا بنشوف بين الدورين بيبقى في تقريبا فرقتين مسلمين وفرقه بتنافس، يعني بتنافس فرقتين ثلاثه، لكن بيبقى في فرقه او فرقتين واضحين قوي ان هم يعني نازلين. صح. وفي فرقه بيبقى فيها برضه الاهلي دايما كان بيبقى سابق بشكل كبير. السنه دي خليني اقول لك ان الزمالك يعني شويه فارق بحكم النقاط، نعم، لكن في الاخر برضه الاهلي وبيراميدز وعوده الاهلي القويه دي ممكن يلحق، وان كان من المواسم الصعبه برضه، لان نادي الزمالك مركز قوي وعامل فرقه كويسه السنه دي. نعم. سواء على الفوز بالدوري او في الهبوط المساله صعبه جدا. تمام، انا بشكرك جدا يا كابتن وليد على هذه المداخله، ربنا يخليك كابتن وليد. كابتن وليد صلاح مدير الكره في نادي اتحاد السكندري. عادل، حضرتك كنت عايز تتكلم على مباراه المقصه والاهلي، اهم ما يميز هذه المباراه؟ بدايه في ثقه، ثقه عادت، اللياقه البدنيه، روح قتاليه. نعم. احنا بنشوف من فتره اللي بيجيب جول الاحتياطي بكل الناس رايحين، الروح، انكار ذات. نعم. كل الامور النفسيه عادت للنادي الاهلي مع قدوم هذا الجهاز. الحاجه الثانيه حاجه نفسيه صغيره جدا، المدير الفني بيثبت لي
انه ده راجل فاهم وراجل واعي. احمد علاء تفتكره؟ افتكره؟ اه طبعا. الغلطه اللي عملها طبعا كان ممكن تحكم عليه انه يبقى تقريبا خلاص الناس تنساه وخلاص واعاره بره وخلاص منتهينا. النهارده بيدفع بيه بعد الهدف الثالث، بيرجعه تاني للملعب وبيديله الثقه. معنى كده ان الراجل مش بيفكر في الاساسي بس، بيفكر في كل اللعيبه اللي عنده. الحاجه الثانيه التصميم على اداء الواجب والتنفيذ الواجبات اللي عاملها. تبص تلاقي الفريق من اول صفاره الشناوي بيبدا الهجمه من تحت، ودي الحاجه اللي احنا في فترات كتيره ما كناش بنأديها. يمكن على فترات طبعا احنا محتاجه تدريب اكتر، ان الشناوي لما يبدا حتى لو في ضغط عليك ازاي زي ما بنشوف الفرق الكبيره محتاجه تكرار ومحتاجه تدريب. الحاجه الثانيه روح الجماعه بتلعب اللمسه واللعبه، دي نواحي نفسيه. نعم. الحاجه الثانيه الثقه اللي الراجل مديها لهم، انك انت العب اللمسه الواحده وقرب لزميلك، والروح الجميله اللي بين اللعيبه حاجه انكار ذات وحاجه في منتهى الجمال. الحاجه الثانيه برضو الجبهات اللي كان عاملها، الجانب الفني بقى نتكلم عليه، عامل جبهات ناحيه اليمين وناحيه الشمال، عمل خدعه اعتقد انها يمكن ما فيش حد اتكلم عليها خالص في كل الاستوديوهات. الراجل اوهم طلعت يوسف المدير الفني للمقصه، راجل محترم جدا، فهموا ان النادي الاهلي هيلعب على الاطراف وعامل جبهات على الاطراف. شفنا الشوط الاول الجولين اللي انت جايبهم من العمق، بص تلاقي رمضان قاطع من الطرف وداخل لجوه وبيلعبها لراس الحربة الوهمي لحسين الشحات، تتلعب ما بين السردباك والباك بيجيب جول. كرة أجايه برضو زي ما بيقول كابتن أحمد بلال، الكرة اللي رمضان دخل فيها لو أجايه واقف في الحتة دي ما كانتش الكرة اتلعبت بالجمال ده، لكن أجايه عمل ايه؟ خد السرد باك وراح ورايح بيه، وسع لحسين ان هو لما الكره تتلعب له هيبقى هو المرمى. عمرو السوليه لما الراجل بيلعب ديفندر وياخد الكره من تحت مع التمريره وياخدها بوش الجزمه زي ميسي كده ما بيعملها ويحطها لاجاييه علشان يجيب الجول الثاني، الاختراقات كلها اللي جوال كلها كانت من العمق، واهداف كتيره قوي كان ممكن كل الاختراقات من العمق. عمل 45 دقيقة اللي هو عايزه، ان جاب جولين وكان ممكن يجيب جولين ثلاثة كمان. الشوط الثاني عمل ايه؟ عارف ان الفريق المقصة بيلعب على الأطراف ثم تتلعب لجون أنطوي، راح قافل الأطراف في الشوط الثاني، بقى في كثافة. حسين السيد جون أنطوي ما كانش موجود الماتش ده تحديدا، يعني ما أنا عارف، لأن هو دايما بيعتمد على دي في أدائه. أنا عارف إن جون ما يلعبش، لكن هو كان بيعمل ايه؟ بيلعب على الأطراف ثم اندفاع من وسط الملعب والناس المتقدمين وكرة تتلعب وجون أنطوي يجيب الأهداف أو المندفع من الخلف. قفل هو الأطراف ثم خلى عمرو السولية وحمدي يبقى قدام هاني وقدام ياسر، فقفل لهم العمق والأطراف، ثم ابتدى يعمل المرتد عن طريق المحطة. رمضان صبحت الكرة بتروح يبتدي يقف لحد لما علي معلول يطلع له، أو كان ممكن يلعبها عكسية، لكن الحقيقه رمضان ادى شوط. وبرضه بحسب للراجل ده ان صبر على رمضان ثلاث ماتشات علشان يرجعه للفتنس بتاعه، لان هو راجل جاي ما كانش بيلعب في الدوري الانجليزي، اداله فتره 90 دقيقه في ثلاث اربع مباريات علشان يوصله للفتنس ده. كل اللعيبه الحقيقه على مدار ال 90 دقيقه والوقت بدل الضايع، الجول الرائع اللي جابه رمضان حمدي بيطلع، وده طبعا صفقة من الصفقات، هو وياسر وحسين والصفقات كلها جاية، ما فيهاش بقى حتة ان انا انسجام ومش انسجام. انسجام ايه ده؟ انت الراجل جاي الجانب التكتيكي، لعب على طول الجانب التكتيكي، انت بتقول له هتتحرك في المساحة دي بينزل تمام. بينفذ واجباتك تمام. احمد ثابت عايز برضو اسألك عن انت ارقام احمد، ارقام حمدي فتحي، عندنا احمد فتحي وحمدي فتحي، فحمدي فتحي انا في الاول بس عايز اقول ان الماتش ده يعني من احلى الماتش للنادي الاهلي السنه دي. طبعا شايف ان لاسارتي بدا فكره يبان، يعني هو لاسارتي اصلا لما كان في الدوري الاسباني بيحب يطبق دايما الضغط العالي، وده اللي حتى ما شفناهوش في المباراه اللي فاتت وشفناه في المباراه دي، بدا تدريجيا ان هو يطبقه الضغط العالي اللي هو بيعمل ايه، بيضغط بخمس لاعبين، مين هم؟ اجاي، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، عمرو السوليه،
عمرو السوليه ظهر بشكل مختلف تماما، لانه مركزه يعني عمرو السوليه لما بيلعب جنبه لعيب ارتكاز ستة قوي بدنيا مميز بالالتحامات مميز بقطع الكرات زي حمدي فتحي، وجود حمدي فتحي خلى عمرو السوليه يعلى قوي، خلاه يمكن عمرو السوليه واحد من نجوم المباراه بسبب وجود لعيب زي حمدي فتحي جنبه. فهو بيضغط بيعمل ضغط عالي، عنده سرعه استخلاص كوره منتهى يعني منتهى السرعه، النادي الاهلي بقى بيجيب الكوره بمنتهى السرعه، ودي ده اللي طبقه ان انت بتضغط بخمس لاعبين، وحمدي فتحي من ورا بيعمل عمليه السكريننج. ايه اللي بيعمله حمدي فتحي؟ ان هو بيعمل عمليه معاينه، بمعنى ايه؟ دلوقتي الكوره جايه كده وفي ست لاعبين او الخمس لاعبين اللي ضاغطين قدام، حمدي فتحي بيراقبهم من ورا بيشوف الكوره جايه خلاص يخش يقطعها. لو جبنا الجون الاولاني هنلاقيها هي بالظبط ضغط عالي قدام حمدي فتحي، الجون الاولاني لو عرضناه هنلاقي حمدي فتحي من ورا بيعمل سكريننج من ورا عمليه المعاينه، جه ضغط عمل بلوك الكره اتقطعت ارتدت لرمضان اهي من اولها، حمدي فتحي بيعمل سكريننج من ورا الخمسه اللي قدام ضغط من ورا وطبقت على طول هجمه مرتده لرمضان، دخل العمق اجاي دخل وضحك على المدافعين اخذهم معاه وفضل مساحه لحسين الشحات. ده فكر لاسارتي، الضغط العالي في اول 45 دقيقه. حمدي فتحي بصراحه لعيب كان النادي الاهلي بيفتقد المركز ده من يعني كان دايما ارقامه بقى بسرعه عشان نلحق ارقام حمدي فتحي. طبعا هو اول حاجه هو لعب 82 دقيقه اتسبب في الهدف الاول، دقه تمريراته واصله ل 94%، اقل لاعب في التمريرات الخاطئه عامل تمريرتين بس غلط، ثالث اكتر لاعب قطعا للكرات 17 مره بعد عمرو السوليه وبعد ياسر ابراهيم، ثاني اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح، دايما اللعيب الارتكاز لما يبقى مميز بالتاكلينج بيديك ميزه مهمه جدا. لعيب رقم 6 ونسبه تمريراته الامام 45%، دايما لعيب رقم 6 بيبقى دايما يباظي لورا الاثنين المساكين، لا حمدي فتحي 45% من تمريراته لقدام، فدي تبين ان ده مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. لعيب زي حمدي فتحي بيعمل سكريننج ومميز بالالتحامات الثنائيه هينفعك جدا 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 في دوري ابطال افريقيا، كنت انت مفتقد للعيب اللي هو رقم 6 ده اللي هو حمدي فتحي اصلا مميز، يعني هو مش مجرد قاطع للكرات بس، لا عنده الرؤيه عنده الزياده عنده التكمله عنده التمرير الطولي عنده التسديد كمان كان بيجيب اهداف مع انبي. فحمدي فتحي في اول مباراه ان هو يجي ويلعب 82 دقيقه ويظهر بالشكل ده، ووجوده كمان زود من مستوى عمرو السوليه. عمرو السوليه قدم مباراه الناس كانت دايما تنتقد، وعمرو السوليه كنت اقول دايما عمرو السوليه لما يلعب جنبه واحد 6 ارتكاز دفاعي قوي قوي بدنيا عمرو السوليه يبان، ده اللي حصل. تمام بلال، ارقام رمضان صبحي وحسين الشحات يعني ارقام جيده، يعني رمضان صبحي لعب 90 دقيقة أحرز هدف صنع هدف لمس الكرة 70 مرة، الأرقام أمام حضراتكم على الشاشة. ده رمضان صبحي 90 دقيقة أحرز هدف صنع هدف 70 مرة لمس الكرة، ثلاثة أكتر لعيب في المراوغات الناجحة، واحد مرة واحدة محاولة على المرمى 100% دقة محاولات، ده ما بظهره كمان طولية 79% دقة تمريرات 79 ايه؟ دقة محاولات 100% دقة تمريرات 79 بص هقول لك رمضان صبحي من مباراة بعد مباراة بيعلى بشكل كبير جدا. نعم. يعني رمضان من اللعيبة اللي محتاجة فتنس فتنس عشان هو عنده المهارة، لعيب دايما اللي عنده المهارة محتاج فتنس يعني عشان المهارة بتاعته تبان داخل الملعب. يمكن احنا اول مباراه وثاني مباراه يمكن كابتن عادل اتكلم من شويه قال ان انت اول مباراه وثاني مباراه خلاص كنت بعيد عن اللعب بعيد عن المشاركات، فبالتالي انت مش قادر تظهر المهاره بتاعتك. المهاره الفرديه محتاجه فتنس عالي جدا عشان تراوغ وتدخل وتسجل وتشوط وترجع وتدافع تاني، الحاجات المطلوبه منك داخل الجيم محتاج فتنس عالي. فالنهارده رمضان صبحي بعد ما اكتسب الفتنس من خلال المباريات المتتاليه اللي بيلعبها النهارده اصبح واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في ملعب وجهه نظري، هو اللعيب اللي بيعول عليه اللعيبه داخل الملعب وهو اللعيب اللي بيعول عليه المدير الفني داخل الملعب، هو المحطه بالنسبه لك، ممكن ما تكونش المحطه الفرويد رقم 9 لكن هو المحطه اللي بتلجا له كل اللعيبه اثناء الازمات اثناء الضغط، هو اللي بيعرف يقف على الكره بشكل كويس قوي، هو اللي الكره ما بتتقطعش منه يعني غير بصعوبه جدا جدا، رمضان يمكن واحد على واحد او واحد كمان على اثنين بيقدر يعدي ويقدر يراوغ، بنشوف ان رمضان من افضل الناس اللي بتحب تصنع الاهداف، ما بيحبش يسجل بشكل كبير، يمكن رمضان في واحده او اثنين ممكن الكابتن يجي له فرصه ان هو يشوط، لا بيحاول ان هو يمرر، بيحاول ان هو يصنع اهداف اكتر منه ان هو يحاول يسجل اهداف، فالنهارده رمضان صبحي من الاوراق الرابحه اللي بيعتمد عليها الاهلي بشكل كبير جدا، هو محطه بتشتغل عليها اسلام داخل الملعب. يعني الناس ممكن تقول لك هو لحق، يعني ما بقالوش ثلاث ماتشات. بس لا واضح. واضح في شغله داخل الملعب، واضح كمان من اعتماد المدير الفني عليه، رمضان يمكن واخد مهمات مختلفة شوية، يعني احنا كنا شفنا المدير الفني اللي قبل لاسارتي كان دايما الاثنين اللي على الطرف الاثنين ثابتين، النهارده لا بنشوف الاثنين متحركين دايما يا كابتن،
رمضان شويه على اليمين شويه على الشمال حسين ورمضان يدي تحرر عشان ما يبقاش ما يديش فرصه انك تلعب من تو مان ما يقدرش يدي فرصه للمدافعين ان هي تقدر تمسك بس لا بتحرك في قلب الملعب بتحرك في طرف الملعب بيغير ناحيه الشمال ناحيه اليمين عشان يعمل خلل دفاعي وده اللي حصل الماتش ده والماتش اللي قبليه كان بيحصل فيه خلل دفاعي بتقدر انت تعمله كنادي اهلي من خلال التحركات العرضيه ما بين الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب فالنهارده رمضان صبحي النهارده بصناعه الهدف الاول بتسجيله الهدف الثاني اعتقد ان هو رجع رمضان صبحي من سنتين ثلاثه اللي هو اللي كنا بنكتشفه بنكتشف في النادي الاهلي عارف كان بيبدله ليه الشوط الثاني حسين كان الجبهه الشمال المقصه كان فيها خطوره شويه فكان بيخلي حسين هو اللي يروح يدافع علشان رمضان الجهد بتاعه قل شويه واحنا بنتكلم حط لنا برده يا سمير لو سمحت ارقام جونيور اجاييه على الشاشه لانه مهم جدا جونيور اجاييه واحد من اهم المكاسب اللي كسبها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره وكنا دايما لما بنيجي نتكلم بليله يا كابتن عادل على امام حضراتكم هي ارقام جونيور اجاييه لعب حوالي 70 دقيقه فاز بالتحامات ثنائيه 4 مرات دقه تمريراته 81% عمل مراوغه ناجحه دقه محاولاته 100% احرز هدف لمس الكره 55 مره قطع كرات مرتين محاولات على المرمى مره حصل على خطا وحيد كابتن عادل جونيور اجاييه هو العمق الهجومي للنادي الاهلي الناس مش متخيله يعني ايه عمق هجومي فجونيور اجاييه ده هو العمق الهجومي للنادي الاهلي اللي كل ما وانت باصص في الارض تبص فوق تلاقي فانيلا حمراء بالظبط الميزه انه اجاييه بيلعب في اكتر من مركز يعني ممكن تلعبه على الطرف ممكن تلعبه راس حربه وهمي ممكن تلعبه راس حربه ممكن تلعبه صانع لعب يعني هو الادوار دي كلها ايام حسام البدري كان بيقوم بيها والنهارده برضو لما احتاجه كراس حربه اللي بيعمله سواريز في برشلونه انه ما هو الثابت في الحته دي بيتحرك كتير بيتحرك وبيوسع للي جاي من ورا نعم. ولو تفتكر ماتش بالنسبه لكلام احمد بلال الكوره بتاعت رمضان صبحي في ماتش الزمالك اللي عملها عمرو جمال برضو كانت نفس الجمله راح رايح ومحطه واستنى لحد لما عمرو جه من وراه عمل الصح لما راح جاي من وراه وراح عملها له كان الجول اظن الثاني صح كان الجول الثاني كان الجول الثاني واللي خدنا فيه كسبنا فيه ماتش برج العرب في الدوري اجاييه الميزه اللي فيه كمان انه عمليه الاستحواذ على الكوره واللعب تحت ضغط ما حدش بيقدر يستخلص منه الكوره لانه بيحضن كويس وبعدين جسمه قوي في اللي بيستلم ويسلم تحت ضغط كويس قوي وبعدين في نوع تحس ان هو اهلاوي من 10 سنين اه احنا عملنا هنا تقرير الحقيقه سبحان الله عملنا تقرير قبل المباراه قلنا ايه شفت فرحته بعد الجول هو افريقي بروح الفانيلا الحمراء فعلا بالفعل وبعدين لما جاب الجول بيلم اللعيبه ورايح لهم علشان الروح دي الجميله ديت فعلا لاعب من الطراز الجميل وخارج من اصابه قويه جدا ومع ذلك بيأدي هذا الأداء لازم نحيي عليه ونحيي الفرقة كلها على هذا الأداء والجهاز الفني وبنحيي طبعا الإدارة اللي جابت هذا الجهاز اللي احنا فعلا لحقنا قبل ما الأمور كانت تمام تتطور يعني ثابت اخيرا حسين الشحات وياسر ابراهيم بس سريعا عشان وقتنا انتهى حسين الشحات كان لازم يعني كان محتاج الهدف ده قوي لانه كان بقاله ماتشين يعني بدا مستواه يزيد تدريجيا لغايه ما جاب الجون ده يديله ثقه لعيب لسه جاي جديد يفرق معاه كتير جدا حسين الشحات في بعض الارقام المميزه قوي في الماتش ده اول حاجه ان هو اكتر لاعب في الرباعي الامامي عامل تمريرات طوليه بيعمل لونج باص يعني بيتحول كصانع العاب او بيدخل للعمق زي ما كابتن عادل قال وبيديك التمرير الطولي تاني حاجه ان هو اكتر لاعب في الرباعي الامامي عامل كرات عرضيه دي برضو رقم مميز جدا تالت حاجه اكتر لاعب في المباراه كلها عامل مراوغات ناجحه يعني بيرقص في واحد على واحد عامل 5 فدي ارقام بتاكد ان حسين الشحات صفقه كويسه جدا طبعا دقه تمريراته الطوليه 62.5% دقه تمريراته القصيره 93 قطع الكوره 4 مرات مميز هو بالدور الدفاعي دقه محاولاته 50% على المرمى فحسين الشحات بالتاكيد صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي وصفقه مكسب لانه كمان لعيب جوكر تقدر تستخدمه كباك يمين تقدر تستخدمه كارتكاس ثالث كوينج كصانع العاب تقدر تستخدمه في كذا حته ياسر ابراهيم بقى ياسر ابراهيم انا بشوفه يعني انا صفقه مكسب برده جامد قوي يعني عكس ما انا كنت يعني متوقع في الاول لا ياسر ابراهيم مميز اولا حته الروح بيلعب بروح عاليه جدا ياسر ابراهيم تاني حاجه هو اكتر لاعب فاز بالالتحامات الهوائيه بيتمركز بشكل كويس جدا وبيفوز بالالتحامات الهوائيه الحته اللي كانت بتنقص دفاع الاهلي تالت حاجه ان هو تاني اكتر لاعب قطع للكرات في المباراه وده الجندي المجهول اللي محدش حاسس بيه في الماتش يعني الناس حست بعمرو السوليه ان هو اكتر واحد
ياسر ابراهيم عشان من قدامه بيجيب عشان جوه. من قدامه ياسر ابراهيم بنظلم دايما. ياسر ابراهيم تاني اكتر لاعب قطعا للكرات 19 مره، فبالتالي انا شايف بصراحه غير كده كمان كورته حلوه من تحت، بيبني الهجمه بشكل كويس قوي، عنده اللونج باص مميز بيه جدا. فياسر ابراهيم لا مكسب وصفقه كمان هتنفع في دوري ابطال افريقيا. في حته صغيره قوي حسين الشحات، حسين الشحات عشان الناس ما تظلموش، ده جاي من كاس عالم للانديه اللي كان في اعلى كيرف من اللياقه البدنيه. طبعا الكيرف ده لازم هينزل، لازم بعد ما ينزل هيبقى فيه طلعه تاني، صعود تاني ان شاء الله، عشان نشوف معظم اللعيبه دي في الاخر احنا بنتكلم عشان يفيدوا النادي الاهلي طبعا ومنتخبنا الوطني. بشكرك جدا يا كابتن عادل على هذه الحلقه الفنيه الجميله. انا بشكرك جدا يا كابتن بلال على وجودك معانا، بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، وبشكركم اعزائي المشاهدين. دي ما هي برضو كل شويه هكرر هذا الكلام، مباراه الاهلي والمقصه ما هي الا خطوه اولى للنادي الاهلي، الخطوات القادمه ان شاء الله تكون افضل دائما للنادي الاهلي. بشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 10:30 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.